وابن معين قال من أقول لا بأس به فثقة ونقلا أن ابن مهدي أجاب من سأل أثقة كان أبو خلدة بل كان صدوقا خيرا مأمونا الثقة الثوري لو تعونا وربما وصف ذا الصدق وسم ضعفا بصالح الحديث إذ يسم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنبدأ بمشيئة الله تعالى وصلت ما نحن بصدده من قراءة كتاب فتح المغيث شرح ألفية الحديث للإمام السخاوي من حيث توقفنا. وقبل أن نبدأ احنا سنقرأ بقية الكلام لغاية مراتب التجريح، وبعدين تسمحوا لي بتعليق في آخر القراءة، لأنه هو اللي يعني مطلوب النظر فيه. وكنا عايزين كويس الدكتور أيمن جه، ما أعرفش دي يعني معاكم حاجة تكتب ولا لا؟ ما يجراش، خلاص تتيسر إن شاء الله. تفضل يا مولانا. طبعا احنا فرغنا من كلام الشيخ السخاوي وكلام الشيخ العراقي وكلام الإمام ابن الصلاح وغيرهما على مراتب التعديل، ثم ذكر بعد ذلك تفصيلات يعني تعتبر تكملة هذا الكلام من وجهة نظر الشيخ السخاوي. فإحنا سنقرأ يعني بقية كلامه ثم نعقب على مجمل مراتب التعديل. تفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: فإن قيل ما تقدم يقتضي أن الوصف بثقة أرفع من ليس به بأس. الألفاظ والمراتب اللي تقدمت قالت إن ثقة مرتبة، وأن المرتبة التالية لها يعني الأدنى منها هو لا بأس به وصدوق وغيرهما من ألفاظ المرتبة التي تلي ثقة. فهو بيقول ما دام إن احنا اتفقنا لحد الآن إن ثقة مرتبة وإن لا بأس به مرتبة أخرى، فهناك عبارات لبعض العلماء تشكل على ذلك، وهو يذكرها ويجيب عليها. فأول حاجة بيقول إذا قلنا إن ليس به بأس أنزل من ثقة، فما رأيكم في كلام الإمام ابن معين بما فيه معارضة لذلك؟ تفضل يا مولانا. وابن معين بفتح الميم هو يحيى الإمام المقدم في الجرح والتعديل، سوى بينهما إذ قيل له: إنك تقول فلان ليس به بأس وفلان ضعيف. قال: من أقول فيه لا بأس به فثقة، ومن أقول طبعا في كلام محذوف قبل كده إن فلان ثقة، يعني مش كل ده مش كلام الإمام ابن معين بأكمله، لكن هو اختار هكذا. ومن أقول فيه ضعيف فليس بثقة لا يكتب حديثه. ونحوه قول أبي زرعة الدمشقي: قلت لعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، يعني الذي كان في أهل الشام، كأبي حاتم في المشرق. في أهل المشرق اللي أنا عندي كده. نعم. فدي برضو اختلاف في النص لكن الكلام واحد. نعم. ما تقول في علي بن حوشب الفزاري؟ قال: لا بأس به.
قال: فقلت: ولم لا تقول ثقة ولا نعلم إلا خيرا؟ قال: قد قلت لك إنه ثقة. فأفاد أنه هو لما يقول لا بأس به يقصد ثقة. فالجواب كما قال، ده الجواب. ما الجواب عن من قال إنني إذا قلت لا بأس به فمرادي أن الراوي ثقة، وعن كلامكم السابق إن ثقة أرفع من لا بأس به؟ فالجواب كما قال ابن الصلاح: إن ابن معين إنما نسب ما تقدم لنفسه بخلاف ابن أبي حاتم، فهو عن صنيعهم. إيه معنى الكلمة دي؟ معنى الكلمة دي إنه ابن أبي حاتم حكى عن الاصطلاح العام الذي وجده عند عدد من العلماء، وأما الذي صدر من ابن معين ودحيم تبع له وكذلك عند غيرهما فهذا اصطلاح خاص لهؤلاء. طب وإيه الحكاية؟ قال إن الاصطلاح الخاص يوزن على ضوئه كلام هذا الرجل فقط ولا يعكر عن الاصطلاح العام. وإحنا بقى إذن مطالبين لما نقرأ كتب الرجال والتراجم نفرق بين من له اصطلاح خاص فنستعمله بالنسبة لتفسير كلامه هو، ولا نستعمله بالنسبة لعموم العلماء غيره. ويبقى دي معلومة تضاف إلى ما ذكره في المراتب. المراتب دي المذكورة هل هي بالاصطلاح العام اللي يشمل جمهرة علماء الحديث، ولا هي على الاصطلاحات الشخصية التي صدرت من بعضهم؟ قال لا، هي الاصطلاحات العامة. عرفنا منين؟ قال عرفنا من إن ابن أبي حاتم لما تكلم قال وجدت الألفاظ عندهم على مراتب شتى، فنسب ما ذكره إلى ما رآه عند عدد من العلماء. أما ابن معين فهو شخص، وأما دحيم فهو شخص، فلا يعترض بالاصطلاح العام على الاصطلاح الخاص، وإنما يستفاد من الاصطلاح العام في تفسير مقصود من صدر منه فقط. بمعنى أنك لو لقيت ترجمة وقال فيها ابن معين في واحد لا بأس به وانت بتعد الأقوال التوثيقية حط لا بأس به دي إنها نوع من التوثيق، وإن كان هيجي فيها كلام تاني إحنا نعلق عليه، لكن بصفة عامة يبقى كده. كذلك دحيم لما يجي ويتلاقيه قال لا بأس به ولا لقيتلوش توثيق اعتبر إن ده برضو داخل في إيه؟ في التوثيقات، باعتبار اصطلاح العلماء ولا باعتبار إن الرجل ده قال إن أنا إذا قلت كذا فأنا أقصد كذا، باعتبار أنه هو قال إذا قلت كذا فأنا أقصد هذا، فحتى لا نحمله أكثر مما قصد وأيضا لا ننقصه عما قصد نجعل كلامه أو مقصوده في نفس الحدود التي ذكرها. تفضل. قلت: ولو لم يكن صنيعهم كذلك ما سأل أبو زرعة، لكن جواب. أيوة يعني إنه هو لو اللي عايز السخاوي يقول أنا موافق على جواب الشيخ ابن الصلاح ده، لأنه لو ما كانش الاصطلاح العام غير الاصطلاح الخاص ما كانش أبو زرعة سئل أو سأل. تفضل. لكن جواب دحيم موافق لابن معين فكأنه اختياره أيضا. فكأنه اختياره أيضا، يعني فكأن الاصطلاحات الخاصة
موجودة ومنها هذه، ومنها مما لم يذكره الشيخ السخاوي الإمام أحمد. الإمام أحمد يستعمل لا بأس به غير ثقة. أما أنت تقرأ عنده هيجي بعد كده يقول لك إيه الإمام أحمد ما عندوش إلا قسمين، نقول له لا يفتح الله عنده. يقول لك ده فلان قال، نقول فلان قال على قد اللي يعرفه. فأنت يعني نرجوك بكل الرجاءات إنك اقرأ، لأن القراية هتغير حاجات أنت متربش فيها من ساعة ما اتخرجت، والتربزة معروف سببها إيه؟ قال التربزة عرفت إنك ما دام اتخرجت من أصول الدين يبقى أنت حصلت على كل شيء. وسيدنا الشيخ أبو شابة لما فهمنا احنا كده أول ما حضرنا عنده قال لا يبقى أنتوا جهلة. ليه يا مولانا؟ قال لأن الكلية لا تعلم كل شيء وإنما توجهك فقط. يقول لك شايف اللي قدامك دي؟ روح اقراه. الدكتور عمر دلوقتي راجل خلص كل الترقيات وراجل بقى عميد، طب بيقرا ليه؟ قال لك هو ربنا سخره لكده. استوعب. في ناس قفلت الدكانة خلاص، وانت اذا عرضته هو استاذ، فممكن يقول لك ده مدارس. يا اخي الغلط يبقى مدارس؟ يقول لك انا معايا رخصه. ما تقدرش. فانت احنا بنرجوك ان ننسى، انسى حكايه انك عرفت كل شيء او حتى عرفت اكثر الاشياء، وانسى برضو ان الحاسب يجيب لك كل شيء. ما تزال القراءة تديك ما لا يعطيك الحاسب، وان كان الحاسب يعطيك، يعطيك يعني شيء خيالي ما كناش احنا قبله نستطيع حتى نتخيل انه هو يعمل كده. ان 52 مجلد لابن عساكر يجيب لك اللي فيهم، عمره ما حد كان يعرف كده. لكن هل هو جاب كل اللي في ابن عساكر؟ قال لا، ما جابش الا اللي يقدر يصيده عن طريق اللفظه، ولو اتغيرت اللفظه ما يجيبهاش. احنا عارفين ثقه ماشي، لكن اما واحد يقول على الراوي انه ميزان ويقصد ثقه يجيبها الكمبيوتر ما يجيبهاش. اما تديله جيب ميزان يجيب لك الكفتين ويجيب لك الميزان ده ويجيب لك، بحيث انك انت تقعد تفرز لغايه ما تلاقي الامام الترمذي يقول فلان ثقه، ودليلي ان فلان الفلاني قال فيه ميزان. والكمبيوتر ما ادتوش الميم والياء والزاي والالف ما يجيبلكش، فيطلع انك انت ناقص عليك واحده ما يجيبهاش الا الاراده. ليه؟ قال عشان اما يعذبك في القيامة انك وصلت التكليف وتخصصت في هذا العلم ولا رضيتش تتبحر فيه ما يبقاش ظالمك. ما فيش مدارس؟ قال في مدارس، بس من مدارس ما تقولش ما تقراش. وقل رب ايه؟ وما اوتيتم. طب امال بترقوني ليه؟ قال هنعمل ايه طيب؟ هنوقف حالك يا شيخ عمر؟ يبقى الراجل نص هو محكم يجي منجعه ويقول لك خليه يدخل تحت رحمه الله. ما هوش عارف ان هو بعد رحمه الله دي بيعذب 100 واحد ثاني. تفضل يا مولانا. واجاب الشارح ايضا بما حاصله. يعني اذا اهل المشكله دي لها عده اجوبه يمكن الجواب بها عليه، منها ما ذكر الان ان الاصطلاح الخاص لا يعكر ولا يلغي ولا يؤثر في الاصطلاح الخاص، بل الاصطلاح الخاص يستفاد به بالنسبه لمن عرف به، والاصطلاح العام يؤخذ به في عموم
أهل الإيه النقد من أئمة الحديث. فضل. وأجاب الشارح أيضا بما حاصله. ما يقول لك بما حاصله يعني الكلام ده مش هو لفظ كلامه. طب يقول لك لو قال قال برضو يبقى كده قال آه. انت عارف من دلوقتي ان كل الكتب بتنقل عن بعضها بدون ما تلتزم بالنص. طب ليه؟ قال ما دام ما بينقلش من كتاب ممكن يحصل كده. ايضا تختلف النصوص احيانا باختلاف رواتها، وهيجينا كلمة دلوقتي هو نقلها السخاوي وتلاقي ان لها رواية تانية غير الرواية. فلذلك خد المقولة ودور على ما يمكن ان يعني ما نقفلش. قال لا ما تقفلش حتى لو بقيت استاذ. حتى لو بقيت استاذ ما دمت عايز تحترم نفسك او ما دمت تريد ان تعفي نفسك من المساءلة بين يدي الله. تفضل مولانا. ابن معين لم يصرح بالتسوية بينهما بل اشركهما في مطلق الثقة. هي دي بقى اللي احنا بنقول له لا يفتح الله. حكاية اشراكهم في مطلق الثقة لا. تحليل كلام ابن معين انه هو ما يقصدش ان دي اصطلاح خاص به، اي جواب غير كده ليس جوابا شديدا لان تختل المراتب. لما نقول ان لا بأس به تدخل في مطلق الثقة يبقى ما نعرفش نعمل مراتب، وما نعرفش نقول زي ما بيقول ابن حجر حديثه حسن لا ينزل عن الضعف، وما نعرفش نقول زي ما بيقول السخاوي عن ابن عجلان حديثه لا يرتقي إلى الصحيح ولا ينزل إلى الضعف. طالما المسألة كده ما تقولناش بقى أنه هو لا بأس به يبقى برضو نوع من التوثيق، لا هو نوع من الاحتجاج. وذلك لا يمنع ما تقدم وهو حسن ولذا أيده غيره. أبدا الجواب ده لا، ولا حسن ولا يناسب المراتب. ما دام قلنا مراتب وهتتفاوت قولوا كلمة الاحتجاج، لكن تقولوا الثقة لا. والثقة له مراتب، بس يبقى ثقة وأوثق، يعني يبقى حاصل على الثلاث حروف دول والزيادة عليهم. لكن تقول لنا دخل الصدوق ولا بأس به يعتبره توثيق لا. يقول لك طب ما الكتب اللي ألفت في الثقات يا مولانا فيها لكده. نقول له فيها، لكن ايضا كلما صرح بلفظه اخذ حكم العموم، إلا إن حصلنا منه هو نفسه على إقرار زي ده يبقى خلاص الإقرار نقول والله إنه هو عنده بخصوصه لا بأس به تساوي ثقة. أما نقول والله ده كلام ابن معين يفيد أن لا بأس به نوع من التوثيق يبقى إحنا ما كناش نعمل مراتب بقى قبل كده، أو مش هنعرف نفرق بين الحسن والصحيح. يقول لك طب ما ناس كتيرة ما بتفرقش. قال لا، عندما لا يفرقون هات لنا اللي ما فرقوش فيه واحنا نوريك انهم فرقوا. فلذلك الجواب ده اللي هو لم يصرح بالتسوية بينهما بل اشركهما في مطلق الثقة لا يمنع، وهو ليس حسنا. هذا يمنع تفاوت المراتب التي بنيت عليها درجات الأحاديث، وإلا ما كانوش عملوا على الإمام الترمذي خلافات طويلة لماذا قال حسن صحيح. إن قلنا كده أن ده نوع يبقى ما نقش الترمذي في أنه قال حسن صحيح، انما ما دام ناقشناه وقلنا له حسن غير صحيح وانت عملتهم كده ليه، وقعد واحد يقول ابيض واحد يقول بنفسجي، يبقى ما تقولولناش ان ابن معين
سوى بينهما. لا، ابن معين قال إننا إذا أطلقت هذه الكلمة أقصد أنها توسيع. نقول له كتر خيرك، وإحنا لما نيجي نحسب هنحسبك كده، لما نيجي نحسب التوثيق العام نحسبه أنه هو عدالة وضبط تام. ويبقى الجواب الثالث ده ليس حسنا ولا مقبولا. الدليل لأنه يؤثر أو يخل بمسألة المراتب، وإحنا نقلنا المراتب عن الجمهور. فهل نخلي كلام الإمام ابن معين يفسد ما أصله الجمهور، ولا نقول له كتر خيرك انت راجل ناقد وعلى العين والراس، انت واللي عملوا زيك احنا كلامك هنعمله كده، اما نيجي نوزنه نوزنه كده احتراما ليك بقى. لكن تقول انه ده تسوية؟ لا. وان ده شيء حسن؟ لا، لان هذا لا يتناسب مع قولنا ان المراتب هو صنيع الجمهور. تفضل. ولذا أيده غيره بأنه وكذا بقى. خليها وكذا. نعم. وكذا أيده غيره بأنهم قد يطلقون الوصف بالثقة على من كان مقبولا ولو لم يكن ضابطا كذلك. لما يحصل كده يبقى فيه قرينة، ما يبقاش اللفظة لوحديها. لما يطلق الثقة ويقولوا إن هي على المقبول يبقى فيه قرينة، من ضمن القرينة أن يكون الذي وصف بالثقة قد اختلف فيه، ضعفه قوم ووثقه قوم آخرون. ونحب نجمع بين الأقوال فنقول التوثيق بتاع دول بخصوصه بالقرينة، واللي تدخل فيه القرينة لا تغير القرينة الاصطلاح العام. فلذلك اللي أيده ده قد يطلقون الثقة، ده الإطلاق ده بيكون مع قرينة. وانت هات لنا بس كلمة ما تتوهناش كده، هات لفظة زي ما خالفناك كده على كلام ابن معين هنخالفك في كلام غيره برضه. قال زي مين؟ زي محمد بن عمرو بن علقم. الترمذي قال ان الراجل ده وثقه بعضهم وضعفه بعضهم، فما رأيك يا ترمذي؟ قال احنا نحمل التوثيق على انه الموثقين قصدوا صدقه وجلالته، والمضعفين قصدوا نقص ضبطه. فنجمع بين القولين بما فعل الامام ابن حجر في التقريب، قال محمد بن عمرو بن علقمة صدوق له اوهام، فعمل له ايه؟ تركيبة تجمع ما بين. لكن كل ما نلاقي اتنين نعملهم كده قال لا. ليه؟ قال ابن رجب يحط لك معلم يقول لك كل راجل له ترجيح خاص. ليه؟ حسب ما وجدت فيه من اقوال ومن كذلك افعال في التصحيحات والتحسينات. فالكلام اللي بيبرر بيه ده نقول له يفتح الله، اطلاق الثقة على المقبول يكون بقرينة. ولذلك الكتب الأصول وكتب الحديث تقول اللفظ إذا أطلق ينصرف إلى الشيء التام منه. هم يقولوا عدل ضابط، مش لازم يقولوا تام الضبط، لا، هو جوه كلمة ضابط دي مدام أطلقت جواها كلمة تام. ليه؟ قال هو ده مبحث الدلالة اللي احنا بنتحايل على المحدثين، يقول لك لا ده مش في المقرر. يا اخوانا ابقى اقروا الدلالة، لان الدلالة دي اللي هتنفعكم تخليكم تعرفوا ان الكلمة تدل ولا ما تدلش.
قال لك طب ما احنا ما درسناهاش، وعشان ما درستهاش يبقى انت ما تعرفهاش. قال اه ما دام مش هتيجي في الامتحان. هم 10 أسئلة و5 هيجوا في الامتحان، فهو يذاكر 10 أو 9 ويقول لك انا مش لازم اجيب 100 اجيب 90. وقالوا لي والله الطلبة كده الاوائل، اما جيت ادرسهم لقيت ما فيش اوائل وجايبين كلهم 100. طب انتوا ليه كده؟ قال يا فلان احنا كنا بيدرسونا الاستاذ يجيب الكتاب وبعد كده يقول 10 أسئلة. هم اشتريتوا الكتب؟ اه اشتريت. معلش يتسجل عليها الكلام ده، انا مش خايف منه، هو حقيقه، لانه هو مش خاص باي كليه، هو التعليم عموما هكذا في مثل هذه السلبيات. تفضل يا مولانا. ونقل بالبناء للمفعول مما يتأيد به أرجحية الوصف بالثقة أن ابن مهدي هو عبد الرحمن. هيجيب لك برضه ابن مهدي، نقول له يا عم الحاج أنت جبت واحد، شلت واحد وحطيت واحد. فكده ما جبتش، ما حلتش القضية. ما زلنا نقول لك من قال شيئاً وقصد به وحدد مقصوده بنفسه أو بقرينة لا يقاس به الاصطلاح العام، عشان نقدر نقول ان في صحيح وفي حسن. قال طب ما نلغي حكايه حسن دي. قال تلغيها ازاي؟ ما احنا هنجيب لك دلوقتي كل الناس اللي حكمت على الاحاديث، حكمت بالصحه وحكمت بالحسن وحكمت بالضعف. يبقى انت تلغيها ازاي؟ اما تلغيها هات اصطلاح عام زي الاصطلاح اللي معانا. معاكش اصطلاح عام يبقى نقول لك كل ما تقوله ان ثبت فهو اصطلاح خاص يؤخذ به بالنسبة لما صدر منه او بالنسبة لما احتف به من القرائن. غير كده لا، كده نعرف راسنا من رجلينا. اما تقول لنا ده ممكن انه هو لا باس به يشترك مع الثقه في الجمله، لا ما يجيش كده. يجي في واحد اختلف فيه فيبقى الخلاف فيه هو قرينه صرف الثقه عن مدلولها العام من أجل الجمع بين قولين، واحد يقتضي الضعف والآخر يقتضي الصحة. لو لم يوجد هذا لبقي الثقة على حاله وبقي الصدوق أو اللا بأس به على حاله. تفضل يا مولانا. هو عبد الرحمن الإمام القدوة في هذا الشأن حين روى عن أبي خلدة بسكون اللام خالد بن دينار التميمي السعدي البصري الخياط التابعي أجاب من سأل منه وهو عمرو بن علي الفلاس أثقة كان أبو خلدة بقوله بل كان صدوقا وكان خيرا أو خيارا وكان مأمونا الثقة شعبة وسفيان الثوري. طيب أنت عايز تقول دي إيه؟ عايز تقول إن دول زي بعض؟ كلام ابن مهدي ده صريح في أن بينهما تفاوت، ولذلك سيشرحه ابن أبي حاتم بنفسه. إلا أن الشيخ السخاوي وكثير ممن نقل هذا المثال لم ينقل قول ابن أبي حاتم عليه، ما نقلش فهم ابن أبي حاتم. وعدم نقل فهم ابن أبي حاتم هو اللي دخلنا في متاهة إن الصدوق حديثه ما هو ضاع دمه بين القبائل. فهناك بعد هذا الكلام لابن ابي حاتم، فين يا عم الملف؟ الملف جوه الشنطه يا محمد. ايوه هو ده الملف. ادي بقيه كلام ابن ابي حاتم. ايه يا اخوان
طب هو ليه ما نقالش مش سخاوي؟ قال لأن الخطيب البغدادي لما نقل ما نقالش الكلام ده، فكل اللي يجي مش يروح لابن أبي حاتم، لا ياخد من الخطيب. وبمثل هذا النقل ضاع ما دام الصدوق بين القبائل. هذه 37 اهي اللي هي الجزء الثاني. لا سمعت عبد الرحمن بن مهدي، خليكم باصين في فتح المغيث. وقيل له أبو خلدة ثقة، قال كان صدوقا وكان مأمونا، وفي في الرواية اللي قالها دوات وكان خيارا. الثقة سفيان وشعبة، أدي الكلام. طيب اشرح لنا يا ابن أبي حاتم. قال طب وشرح يفيدكم بإيه؟ قال لأنك أنت مت سنة 327 فأنت من المتقدمين، عشان ما يجيش واحد يقول ده أنتم المتأخرين. الراجل داخل في المتقدمين على جميع مصطلحاتكم، فما يقول يبقى لازمكم كلامه. قال أبو محمد اللي هو ابن أبي حاتم، فقد أخبر يعني ابن مهدي أن الناقلة للآثار والمقبولين على منازل، وأن أهل المنزلة الأعلى الثقات، وأن أهل المنزلة الثانية أهل الصدق والأمانة. فهل دي يدل على التساوي ولا على الاختلاف، وأن دي مرتبة ودي مرتبة؟ طب يا شيخ يا سخاوي رحمة الله عليك، أنت مت سنة 900 والجرح والتعديل كان في إيدك، وأنت دخلت ألفاظ كثيرة لك الشكر عليها، كنت هات الكلام ده. وهو ذكره في نفسه قبل المراتب بسطر واحد، قال لا ما هو الخطيب شاره، والخطيب هو المقرر. فيبقى إذن اللفظ ده لا يصلح دليلا على التسوية، ولا على أن لا بأس به نوع من التوثيق، وإنما هو دليل على التفاوت في المرتبة والتساوي في القبول. نعيد تاني. فقد أخبر أي ابن مهدي أن الناقلة للآثار والمقبولين على منازل مش متساويين. هل اللي على منازل يبقى متساويين؟ وأن أهل المنزلة الأعلى الثقات، وأن أهل المنزلة الثانية أهل الصدق والأمان. فكونك تستدل بهذه على التساوي يبقى إحنا متأسفين، لأن صاحب المصدر نفسه قال إنهم مش متساويين. يقول لك طب وإحنا هنعرف أكتر من السخاوي؟ هو السخاوي الراجل مسك دماغك قال لك ما تروحش للجرح والتعديل، وإلا يعني هتلاقيني لابد لك في الدرة. ما تقرأ يا أخي، ما هو شيخ ابن حجر كان بيعمل كده، يجيب الكلام ويقول لا الكلام ده خطأ. ليه؟ يقول لأن فيه دليل بيقول كذا كذا كذا، لأن العبرة بالدليل. فإذا اللي خلى حكاية الصدوق دمه يضيع هنا هو عدم نقل الكلام الأصلي كاملا. لأنه هو بعد كده لما قال ابن أبي حاتم نفسه ينظر فيه ويختبر، قال لك ده يختبر، يدخل في المختبر ونحلل له الدم ونشوف النسبة وكده. طب ما هو بيقول لك الاختبار اهو قدام قبليه بسطرين اتنين. قال ما هو اللي نقل هو اللي غماني. طب لما غماك ما انت فتحت اهو وقلنا لك اقرا، يقول لك والله نشوف. ليه يا عم مصطفى؟ نشوف ليه؟ لانه هو مخه الظبط خلاص وبقى شيخ. تيجي انت تقلعه العمه عشان خاطر كلمتين هتقولهم؟ قال لا احنا ده احنا نجيب له على العمه عمه.
بس يغير هو الصح وتبقى الهمة فوق راسنا احنا كلنا بنلبس. فإذا الشيخ السخاوي لما لم ينقل تفسير ابن أبي حاتم للكلمة أصبح قوله بتساويها مرفوض وأنهما متفاوتان، وإن من صالحه هو أنهم يبقى متفاوتين عشان كلامه اللي جاي بعد كده يبقى مظبوط. فإحنا بنرجو إخواننا وخاصة اللي بيخشوا محاضرات ويدرسوا أو اللي يبتلوا بالتدريس ويشكلوا عيون عقول النابتة أو الناشئة إنهم يتقوا الله بهم. ما دام قالوا لك خش درس يبقى أنت اللي عليك المسؤولية. تفتح الكتاب يقول لك ما كفاية علوم التدريب. لا مش كفاية التدريب. التدريب اقراه أنت وأنت هات الكلام اللي هو التدريب حذفه. أما إنك أنت جاي تدرس لي كلام هو نسخة عشان كلنا نطلع عمي وفي النهاية نكتشف إن إحنا عم. قال لا عمي ليه عم ده أنا جايب جايب جد. نقول له طب ما إحنا عارفين أنت جايب جايب جدا ليه؟ ما تخليناش نكشف الموضوع. آدي ابن أبي حاتم أهو وقال اللفظين ليسوا سواء وإن هذه مرتبة وتلك مرتبة ولكن اللفظين مقبولين. يقول لك ده مقبول ده زي بتاع ابن حجر؟ قال لا ده مقبول بالاصطلاح العام وهو مقبول ابن حجر بالاصطلاح الخاص. واحنا لسه بنقول اهو الاصطلاح العام له اعتبار والاصطلاح الخاص له اعتبار ولا يخلط بينهما. تفضل يا عم الشيخ. وربما وجد في بعض الروايات عن ابن مهدي مسعر بدل الثوري. ما تفرقش انه قال له الثقه مسعر او قال له كده هو ثقه وثقه ما يجرش حاجه يعني لم تختلف في ابدال ثقه بثقه. لو كنتم تعون اي تفهمون مراتب الرواه. وانت حبيبي كمان لو كنت واخد بالك يا شيخ سخاوي رحمه الله عليك كنت ما خليتش الامر كده. لو جبت الكلام كانش طلع متساوي. تفضل. اي تفهمون مراتب الرواة ومواقع الالفاظ الائمه. احنا اهو ادي مواقع الائمه اهو. انت اللي خنصرت منه الكلام. ومواقع الفاظ الائمه ما سالتم عن ذلك. لا ازاي؟ سالوا. هو ده واجب السؤال لكن مش تجاوبه تقول له ده زي بعض. لا مش زي بعض. الراجل اللي جابهم نفسه قال مش زي بعض. فانت تحذف كلامه ليه؟ قال والله انا قلت ده انتوا هتقروه. مع ان انا لما جبت الزميل لنا انه ابن ابي حاتم اتكلم على الصدوق 3 مرات والله كانما وجد سحرا فشاق. مع انه في الكتاب لكن كله دلوقتي ما بقاش الزمن بيديله فرصه انه يقرا الا ان كان مريض. يا عم اسلام كان مريض يشفى بالقرايه. اما تقرا عليه يشفى واما يقرا هو يشفى. لان الرسول كان يرقي نفسه بالمعوذتين. فانت ارقي نفسك بالكتب دي هتشوف هتبقى 100 100. يقول لك النفر ما ينهضش. خليه ينهض مرة يا عم. تفضل يا عمي. فإذا ما ذكره السخاوي هنا ليس مسلما. فين الدليل أهو؟ فصرح بأرجحيتها على كل من صدوق وخير ومأمون الذي كل منهما من مرتبة ليس به بأس. أيوة. طب ما دام كده بقى أنت بتقول إن هذا دليل وأيده غيره بكذا كذا. يبقى مش وكذا بقى. المفروض تقول وغيره قال كذا وكذا فيبقى ده كلام مغاير للكلام الأول.
ولا يخدش فيه قول ابن عبد البر. بقى ابن عبد البر ده راجل ممتاز، راجل ايه من اهل المغرب واهل مدرسة كبيرة. ابن عبد البر يعني يعني علامة بارزة في مكانه، فجعل كلام ابن مهدي ده وقال الكلام ده كله ملوش لازم. ليه يا عم ملوش لازم؟ قال انا بقول لك كده. ولا يخدش فيه قول ابن عبد البر. لا لو تقدر تجيب الحتة دي يا محمد، كلام ابن عبد البر، لانه في كلام يعني تعليقا على قول ابن ابي حاتم ده كلام شديد يعني ما يتقالش. قال ولا في حاجة اسمه لفظة فوق لفظة ولا تحت لفظة، كله عند العرب صابون. نقول له طب افتح كده كتبك انت وشوف انت مفرق بينتهم ولا لا. اتفضل يا شيخ. ولا يخدش فيه قول ابن عبد البر كلام ابن مهدي لا معنى له في اختيار الالفاظ. شفت بقى ازاي؟ انت بتكلم مين عشان تقول لا معنى له؟ ده راجل ميت سنة كذا، انت كنت لسه ما اتولدتش واستقر الاصطلاح عليه. اقرأ كده، هو في الكنى يا شيخ محمد، كلام ابن عبد البر ده في الكنى لما جاب ترجمة أبو خلدة. وللأسف أنا لما دورت عليه الأول من ذاك عم شيخ محمد، أنت خلصت الجيش؟ طب الحمد لله. قول أيوة يا فندم بقى. فكلام ابن عبد البر بطولة يعني مش مناسب. أما يقول إنه لا معنى له، لا. كتاب الكون شوف ازاي، شوف الكمبيوتر يخدع الكلام. لكن هو ابن عبد البر ذكر الكلام ده في كتاب له اسمه الاستغناء في معرفة الكون، في ترجمة أبو خلدة في الجزء الأول صفحة 601، شيخ الخضير محول عليه. بس ايه الكتاب ما هوش داخل في ايه في الحاسوب، ولذلك ما جابش نتيجة. الشاهد ان كلام ابن عبد البر هو، لذلك السخاوي قال لا يخدش به. ليه؟ قال لانه على الاقل انه رأي واحد في مقابل جمهور. ابسط الاشياء. فانت لقيته ما تاخدش بيه. تفضل يا مولانا. إذ أبو خلدة ثقة عند جميعهم. ما قلناش حاجة إنه ثقة عند جميعهم، لكن الإمام ده يرى إنه كده. واختلاف الألفاظ واختلاف الأحكام على الراوي أمر ليس مستغربا حتى منك أنت يا ابن عبد البر. وفي رسالة معمولة يعني الرواة اللي تكلم فيهم ابن عبد البر الجرح وقال تعديله مطبوعة الآن متداولة، اللي يقراها هيشوف فيها. فهو جاب كلام الترمذي انه قال انه ثقة عند اهل الحديث وقال ده كلهم موثقين. نقول له لا، هو عبارة الشيخ لم يقل ان احدا لم يتكلم فيه، وانما هذا الرجل تكلم فيه وانزله عن هذه المرتبة، والاختلاف في مرتبة الراوي امر ليس مستنكرا ان يحصل من امام وامام اخر، لان الجرح والتعديل مسألة اجتهادية تخضع لمدى علم العالم بالراوي حين يتكلم فيه. تفضل يا مولانا. يعني كما صرح به الترمذي حيث قال هو ثقة عند اهل الحديث. لانه قايل في ايه؟ بيقول لا معنى له في اختيار الالفاظ والتأويل فيها على الهوى. هذه بقية كلامه. يعني بيعتبر ان ابن مهدي تكلم بالهوى. نقول له يا عم ما فيش حد قال في ابن مهدي انه صاحب هوى الا انت. فازاي تقول في الراجل انه يتكلم بهواه؟ هل هي بقى كلمة وخلاص؟
كده. فاللي بقى عايز كده يقول لك الكلام ده كله اللي قاله الشيخ احمد مابد لانه قال اهل العلم، ما يرضاش يقول ابن عبد البر عشان خاطر انت ما تكشفوش، قال اهل العلم كده. وطبعا اللي يساعده على كده انك مش عارف، لكن لما يلاقي في معلومه قصاده طبيعي المعلومه الخطا مش هتخش في دماغ فضيلتك لان لها ما يدفعها. تفضل يا مولانا. كما صرح به الترمذي حيث قال هو ثقه عند اهل الحديث. نقول له والله ثقه عند اهل الحديث، هو ما الكلمه دي لا تفيد الحصر انما تفيد كثره من وثقوا، ولا يمنع ان يخالف فيه غيره. فإن هذا لا يمنع الاستدلال المشار إليه ونحوه ما حكاه. لا يمنع الاستدلال المشار إليه من تفاوت ثقة وصدوق، وأنهما يتفقان في الحجية أو في القبول كما عبر ابن أبي حاتم. ونحو ما حكاه المروذي قال قلت لأحمد بن حنبل عبد الوهاب بن عطاء ثقة؟ قال تدري من الثقة؟ الثقة يحيى بن سعيد القطان، هذا مع توثيق ابن معين وجماعة وجماعة له. فلذلك أيضا هو كده، ومعناه أن العبارة دي بتجري في يعني استعمالات العلماء ويقصدون أن الثقة يتفاوت وأن المقبول يتفاوت كذلك. ولذلك احنا قلنا قبل كده الثقة غير الأوثق غير الحجة اللي يتكرر فيه بثلاثة أقوى من اللي يتكرر باثنين أو بكده، ماشي، بس يبقى مفهوم الثقة موجود. لكن تنزله أنت لصدوق أو لا بأس به وترجع تفصل معاه، لا. فيبقى كلام ابن أبي حاتم ده هو أول ما نحتج به على أن قول ابن أبي حاتم بعد ما ذكر مراتب التعديل قال يكتب حديثه وينظر فيه، يعني ينظر فيه لمعرفة أنه صدوق له أوهام كثيرة، زي ما هو قال في الموضع الأول من الجرح والتعديل، ولا صدوق يهم أحيانا. آدي الاختبار. راح ابن الصلاح قال لك لا افرض مش هنختبر، نعمل ايه؟ نجيب له متابع. قال لك بس يبقى الصدوق حديثه ضعيف، وكتب كثير من الافاضل في مصطلح الحديث وقالوا يخطئ من يقول ان الصدوق حديثه حسن وانما لابد يختبر. طب ما احنا ما قلناش ما يختبرش يا عم، بس الاختبار هو ذكره بنفسه. وبالتالي لما يقول صدوق يهم احيانا انت ما تختبروش تاني، هو قال لك ده يحتج به، هتختبره انت تعمل فيه ايه بعد كده؟ اذا قال لك صدوق يخطئ كثيرا خلاص يبقى ما يحتجش به، وهو نفسه قال، ودي كلامه قاله هو قبل كده. فلما قال يختبر يعني كما قدمت وذكرت أن الصدوق نوعان وليس نوعا واحدا. قلت فين؟ قال والله قلت في نفس الكتاب ده بس في الجزء الأول، وأنا لما قلت في الثاني باني على أنكم هتقروا الاثنين، ما عرفش أنكم شغالون بالحتة. ادي الكلام اهو اللي هو لابن ابي حاتم اهو في الجرح والتعديل في الجزء الاول صفحه 5. الجزء الاول صفحه 5. وبعد كده صفحة 6 قال بقى كده. ثم احتيج إلى تبيين طبقاتهم ومقادير حالاتهم ليعرف
وليعرف من كان منهم في منزلة الانتقاد والجهبذة والتنقير والبحث عن الرجال والمعرفة بهم، وهؤلاء هم أهل التزكية والتعديل والجرح. ويعرف من كان منهم عدلا في نفسه من أهل الثبت في الحديث والحفظ له والإتقان فيه، فهؤلاء هم أهل العدالة. ثم قال: ومنهم الصدوق في روايته، الورع في دينه، الثبت الذي يهم أحيانا، وقد قبله الجهابذة النقاد. مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، فهذا يحتج بحديثه أيضا. أدي نوعه. ومنهم الصدوق الورع المغفل، تقول الرجل بيشتمنا، قال لا والله دي هي كلمة عربية، فإذا كنت فاهمينها شتمة يبقى أنتم مش عرب. ومنهم الصدوق في روايته، الصدوق الورع المغفل الغالب عليه، يعني الذي نجد في روايته أما تفتح أنت نفس الجرح والتعديل ده تلاقي، يقول لك صدوق كثير الغلط هو بنفسه، وكل اللي جوا بعديه يقولوا كده. الغالب عليه الوهم والخطأ والسهو، فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والآداب. يعني ما يتركش، قال لا، قال امال بيقولوا المتروك ليه؟ انه هو لا يكبر ولا ينجبر، قال والله ما هم اتفقنا بقى انهم قروش، انهم لو قروا هيجدوا ان حتى المتروك له كذلك جبر، لكن يختلف عن جبر الذي يكتب للاعتبار، والا ما كانش قال يكتب من حديثه الترغيب والترهيب. هذه ده كلام فاضل بقى تاني. ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام. ثم قال: ومنهم من قد ألصق نفسه بهم ودلسها ممن ظهر منه الكذب، فهذا يترك حديثه ويطرح روايته ويسقط ويسقط ولا يشتغل به. ادي دي اول مره يتكلم فيها ابن ابي حاتم على الصدوق في الجزء الاول، ثم في نفس الجزء صفحه 10 قال كده: فكانوا على مراتب اربع مراتب، بيقول على التابعين: فمنهم الثبت الحافظ الورع المتقن الجهبذ الناقد للحديث، فهذا الذي لا يختلف فيه ويعتمد على جرحه وتعديله ويحتج بحديثه وكلامه في الرجال. ومنهم العدل في نفسه، الثبت في روايته، الصدوق في نقله، الورع في دينه، الحافظ لحديثه، المتقن فيه، فذلك العدل الذي يحتج بحديثه ويوثق في نفسه. ومنهم الصدوق الورع الثبت الذي يهب أحيانا وقد قبله الجهابذة، فهذا يحتج بحديثه. ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ والسهو، فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والآداب، ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام. بعد ما قال الاثنين دول وقسم الصدوق قول اثنين، راح جاي في 37 وقال اهو: وجدت الالفاظ في الجرح والتعديل. الاول جاب كلام ابن مهدي اللي قرناه قبل قليل وقال انه كلامه يدل على ان الثقة مقبول والصدوق مقبول، قال: وجدت الالفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى. فكل اللي نقل من دي وساب الاثنين، فلما قال يختبر قالوا اه ده يختبر من جديد، نفتح له دفتر. انا قلت الاختبار قبل كده يا عم، انت اللي ما انتش راضي شحيح على نفسك بانك تقرا لك جزئين هيعملوا لك مغص.
قال لا والله انا كان ممكن اقراهم بس لقيت الخطيب جاب دي قلت وانا اعرف اكتر من الخطيب. قال لا من هنا ورايح اعرف انك انت ممكن تعرف عن اي واحد ما قراش هذا الكلام. فقال بقى الكلام اهو، اذا قيل للواحد انه ثقة او متقن او ثبت، لان الطبعة الجديدة المحققة كده، فهو ممن يحتج بحديثه. واذا قيل له انه صدوق او محله الصدق او لا بأس به، فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. قال لك بس ينظر فيه ليه؟ قال زي انا ما قلت لك قبل كده، روح شوف انه هل صدوق احيانا يهم ولا غلب عليه او كثر كما قلت في التراجم. ادي النظر. قال لك لا، ما دام قال ينظر فيه يبقى هو واحد يقول الصدوق حديثه يحتج به. يا راجل اقرا سطرين بس قبل المكان ده، ما فيش غيره، تلاقيه بيقول اهو ان هو بيقول ان المقبولين على منازل اهل الثقه اعلى واهل الثانيه الصدق، وهؤلاء ايضا كذلك مقبولين. قال ما هي دي الاخرى كانت محذوفه بحيث ان تشكلت العقلية على الكلام، ولا انه ما حدش ارى الثاني. ثم ذكر هذه المراتب وهذه المرة الثالثة. فكلام ابن ابي حاتم يقول التفصيل في الصدوق على ما قدمت، فحينما لا تقرأ ما قدمت لا تؤاخذني أنا ولا تفهم كلامي خطأ إنني لا أحتج بالصدوق، لأن أنا قايل بنفسي قبل كده أهو إن الصدوق محتج بي. قال طب مالي ابن صلاح بيقول كده ليه؟ قال ما هو نفس الإشكال، قلنا اتفقنا إن اللي ما قراش راح باني على اللي عنده، وأنت جيت بعديه ابن صلاح 1643 انت دلوقتي مولود سنه كام كده، يقول لك طب اذا كان ابن الصلاح انا هجيب اكتر منه منين؟ قال تجيب اكتر منه من ابن الصلاح نفسه بلاش. قال فين؟ قال روح لابن الصلاح قول له كده عرف الحديث الحسن. اللي ايه وما بيقولش ان الصدوق حديثه حسن يبقى لك علينا الحق. طب يبقى ايه؟ قال يبقى هو غير كلام. اه غير كلام. قال اه الامام ابن الصلاح غير كلامه من باب الى باب مرتين، فلا حجة لنا في هذا إلا من ابن الصلاح نفسه. آدي تعريف ابن الصلاح للحديث الحسن أهو. لما جاب أقوال العلماء، لا هات لي الكتاب يا مولانا، أنا ما صورتش دي، أنا عامل ورقة على الحديث الحسن عند ابن الصلاح. أيوه هذه كلام ابن الصلاح في تعريف الحديث الحسن. قال ان الخطابي عرفه بتعريف انه ما عرف مخرجه، والترمذي عرفه بانه هو ما لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب، وانا ظهر لي من هذين الكلامين كلام اخر مني انا، والذي شوف وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم ملاحظا مواقع استعمالهم، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان. وطبعا لو حد فيكم فتح مقدمة ابن الصلاح يلاقي تعريفه للحسن قبل كلامه على المراتب والمخدات الأخرى. فانت اما تحب تتعلم اقرا الكتاب كله. يقول طب ما انتوا بتحطوا المناهج
وكده وبتقول نص الكتاب على أولى ونص على تانية. قال ده مش كده بس، ده بعد ما بنحط نص الكتاب على أولى ونيجي نمتحن يقولوا الطلبة احذف لنا شوية. ليه؟ قال لأنه العلم بيجيب مغص، والشيطان حالف لأضلنهم، لازم تحذف. يا ناس الحذف ده هيطلعكم جهلة، يقول لك أنا عايز أربط الجرافات زي الشيخ معبد كده، ولا لكش دعوة بالباقي. أن الحديث الحسن قسمان، أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب ولا سبب آخر، ويكون متن الحديث قد عرف بأنه روي من وجه آخر من متابع أو شاهد، وهذا يتنزل عليه تعريف الترمذي. هذا هو تعريف اللي يوافقه تعريف. طب والثاني يا سيدنا الشيخ ابن الصلاح؟ قال القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان. فهل ده هو الصدوق ولا ابن عمه؟ هو الصدوق. وانت يا ابن الصلاح نفسك بتقول ده حسن، وتقول في نفس المبحث الحسن يحتج به إلا أنه دون الصحيح. يبقى تيجي في مبحث المراتب وتبوظ الشغلانة ليه؟ الأصل أنا ألفت الكتاب ده على حلقات ومليته متفرق، فما ربطتش بين المبحث، وانت كطالب علم عليك تربط اللي انا حليته. لما حليته اتحل تصورك للامور، فاصبح كتب دلوقتي مكتوب فيها غلط يا ناس ان الصدوق يبقى حديثه حسن. ليه؟ طب ما ابن الصلاح اهو يقوم يقول لك لا انا دليلي كلام ابن الصلاح في الموضع الثاني. طب ما تضم الاثنين مع بعض عشان تبقى يعني كرافتة معدولة. يقول لك لا هي هتتعيد على كده برضه، وتبقى مدارس، مدرسة تعرف الحسن ومرة فتعرف الحسنين، ونطلع احنا زي الأطرش في الزفت. فهل هذا الكلام ليس كلام ابن الصلاح؟ طب فين المثال يا ابن الصلاح؟ قال هجيبه، انا هجيبه، انا هجيبه في صفحة 77. مثاله اذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة اهل الحفظ والاتقان، غير أنه من المشهورين بالصدق والسد. نفس الكلام اللي قاله هناك قاله هنا مرة تانية. يبقى الراجل يطلع على مدنة الأزهر ويقول ما دول مرتين اهو ان الصدوق حديثه حسن. مثاله حديث محمد ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. اللي هو ما كملتش أنا كلامه، أنا آسف. إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة أهل الحفظ والإتقان، غير أنه من المشهورين بالصدق والستر، وروي مع ذلك حديثه من غير وجه، فقد اجتمعت له القوة من الجهتين، وذلك يرقي حديثه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح. فمرتين هو يقول إن الصدوق حديثه حسن، نقول له طب مثله. يقول حديث محمد بن عمرو بن علقمة، والحديث في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة
فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه. الكلام ده بنصه هو كلام الترمذي، لكن ابن الصلاح لو قال كما قال الترمذي كان حللنا مشكلة المتقدمين والمتأخرين. ده نفسه نص كلام الترمذي في العلل عن محمد بن عمرو. فلما انضم إلى ذلك ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته، فحديثه من هذه الجهة حسن. فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه أخر، ذلك زال ما كنا نخشاه من جهة سوء حفظه، وانجبر ذلك النقص فصح هذا الإسناد. يبقى احنا بنجبره من الضعف إلى الصحة ولا بنجبره من الحسن إلى الصحة؟ من الحسن إلى الصحة. قال دي كمان خلقت لنا مشكلة. ايه المشكلة اللي خلقتها؟ قال اقرأ كتب المصطلح يقولوا لك كده: الصحيح لغيره والحسن لذاته إذا توبع. يا ناس، قال لك ما هو ابن الصلاح لأنه جاب الحسن ورقال الصحيح، يعني ما فيش ضعيف يرتقي للصحيح. قال أبدا، إن قلت كده هيقوموا عليك قومة ما تخلص. ولا يا دكتور عمر يقوم عليك يقول لك لا انت كده، تقول لهم الدليل ده في صحيح البخاري، يقول كده تطعم في صحيح البخاري. كل ده سببه ايه؟ عدم تدريس المصطلح على وجه سليم والرد عن اشكالاته، وايضا عدم الممارسة. تروح بقى لمحمد بن عمرو ده وتعرضه على كتب الرجال اللي هو ابن الصلاح قال عليه حسن اهو، وبرضه الحافظ ابن حجر كما قلت لكم في التقريب قال صدوق له أوهام، وأيضا في كتابه في أجوبته عن أحاديث مشكات المصابيح قال صدوق في حفظه شيء وحديثه في مرتبة الحسن. تقول له طب ما تدي محمد بن عمرو ده الواحد غيرك، قال وديه للذهبي. كان مش عاجبك ده وديه للذهبي في الكاشف. محمد دلوقتي ما يرضفش يجيبه في الكاشف. قال تلاقيه الذهبي قال ايه؟ قال ضعفه فلان وفلان قال لا بأس به. فأصبح معانا صدوق ومعانا ايه؟ اللي هم اللفظين اللي مكتوبين هنا عند ابن ابي حاتم، وكله يقول لك اوعى اوعى تحسن. فواحد قال على ابن علقمة انه صدوق له اوهام، وامام اخر وهو الذهبي قال عليه ايه؟ دي هتطلع في الصورة يا شيخ؟ هتطلع؟ يا عم يقول لك الشيخ دي لا خلاص. ليه يا محمد؟ اتفضل قول ايه؟ محمد بن عمرو بن علقمة قال ابو حاتم يكتب حديثه، وقال النسائي وغيره ليس به بأس. فأصبح إيه؟ مختلف فيه. واحد قال يكتب حديثه يعني ينزل تحت، واحد قال ليس إيه؟ والذهبي عامل في الكشف ده حاجة ما حدش يمكن خد باله منها. أهو كله عند العرب صابون يا مولانا. قال الذهبي في حكمه في الكاشف يختار لفظ عالم ويعتبر هو حكمه هو على الراوي، بس ما يقولكش. انت ما يقوليش ليه؟ قال لانه فاهم انك فاهم. فالكاشف يحكم فيه الذهبي على الراوي باختيار لفظ من الفاظ العلماء ويعتبره هو رايه. فيبقى هو هنا بعد ما ذكر كلام يكتب حديثه قال ايه؟ قال النسائي وغيره ليس به بأس. يبقى الاكثرون على انه ليس به بأس. فاصبح واحد صدوق واحد ليس به بأس. قال طب خير بقى وخيار والبطاطس اللي ذكرت دي، قال كلها لها ادله.
كل آلاء أدلة موجودة أن طلعها دلوقتي نقرأ عليها وتطلع. بس الأول خلينا نعرف أن ابن الصلاح نفسه هو اللي قال أن الصدوق حديثه حسن وأنه يرتقي للصحيح لغيره إذا توبع من ثقة. طب أمال بقى الكلام اللي هو في بقية الكتاب ده إزاي؟ قال هو إحنا قلنا أنه هو الراجل بينزل زي أي واحد درس الكتاب ده على مرات متقطعة، فقال الحسن وقفله، وبعدين اما قال المراتب قال كلام تاني. ولو كذلك موضع اخر ما حدش كتب عليه في اللي علقه عليه، انه هو لما اتكلم في مبحث من تخبر روايته ومن ترد قال ان العمل على الاحتجاج بالمستور يشبه ان يكون العمل على الاحتجاج بالمستور اللي حديثه مستور. ده موجود في نص كلام ابن الصلاح. رجع لما جاي عرف الحسن هنا قال لا، المستور يعز يتقوى. ان تعريف الترمذي المستور الذي لم تتحقق اذا روي من غير وجه، يعني مش يحتج به. قال انا قلت بقى هناك روح انتوا هاتوا الكلام ولموه على بعض. فإذا كان على كده ابن الصلاح له نظائر في هذا الكتاب تحتاج إلى من يقرأ الكتاب كاملا ويجمع أو يقارن ما بين أقوال ابن الصلاح في المواضع حتى يحصل على نتيجة، اللي هو دايما بكررها أنا على إخواننا، إن رأي العالم يؤخذ من مجموع كلامه. فأصبح الصدوق حديث حسن عند ابن الصلاح. طب امال ايه الكلام اللي بيقوله التاني ده؟ قال الكلام اللي بيقوله التاني ده انت اللي فهمته كده، احنا هنعمل لك ايه؟ نقول لك اقرا الكتاب كامل، ما رضيتش. ادي كلام ابن الصلاح بقى التاني. امسك يا عم الشيخ. ان هو لما جاب المراتب وذكر اهو، ادي كلامه. إن ابن أبي حاتم قال ابن أبي حاتم رتم ألفاظ التعديل فرتب أبو حاتم في كتابه الجرح والتعديل فأجاد وأحسن، ونحن نبينها لك ونذكره ونورد ما ذكره ونضيف إليه. طيب ماشي يا عم. أما ألفاظ التعديل فعلى مراتب. الأولى قال ابن أبي حاتم إذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن فهو ممن يحتج بحديثه. قلت وكذا إذا قيل ثبت أو حجة، وكذا إذا قيل في العدل إنه حافظ أو ضابط. ماشي. الثانية قال ابن أبي حاتم إذا قيل إنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية. قلت ده بقى ابن الصلاح هو كما قال. طيب ما دام كما قال يعني ايه يا عمي؟ قال لان هذه العبارات لا تشعر بشريطة الضبط. معنى بشريطة الضبط يعني بالضبط التام، لانه هو المشترط في الصحيح. ولذلك بعض الكتب اللي يشيل كلمة شريطة تغير المعنى، يعني يقول لا تشعر بالضبط، وهذا خطأ. هي مش لا تشعر بشريط بالضبط، هي لا تشعر بالضبط التام. فحذف كلمة شريطة خطأ. فينظر في حديثه، ده كلام ابن الصلاح، فينظر في حديثه ويختبر حتى يعرف ضبطه. وقد تقدم بيان طريقه في أول هذا اللي هي طريقة معرفة الضبط، إن نقارن حديثه بأحاديث الثقات. رجع بقى أضاف إضافة هي اللي لخبطت كل اللي كتبه. وإن لم نستوفي النظر المعرف لكون ذلك المحدث في نفسه ضابطا مطلقا، مع يعني ضبطا تاما، واحتجنا إلى حديث من حديثه اعتبرنا ذلك الحديث ونظرنا
هل له أصل من رواية غيره كما تقدم في بيان طريقة الاعتبار؟ قالوا لك بس يبقى هو كده ابن الصلاح بيرى ان الصدوق اللي لا بأس به يحتاج الى متابع. نقول لهم طب اسألوه بقى، قولوا له تعريفك للحسن راح فين؟ اين تعريفك للحسن وقد قلت انه لا يحتاج الى متابع؟ قالوا هو ده الخطأ الذي وقع فيه كثير ممن كتبوا في المصطلح ودرسوه، لأن كلام ابن أبي حاتم يكتب وينظر فيه ليس على أنه ضعيف، لأنه قال بنفسه قبل كده إنه مقبول، ولكن انظر فيه على التفصيل الذي ذكرته وأنت قصرت في نظره، فإن كان يخطئ أحياناً فهو صدوق محتج به في غير ما وهم فيه، وإن كان يخطئ كثيرا أو غالبا فهو ضعيف لأجل أن ضبطه مفقود. أدي النظر. كونك أنت قلت إن احتجنا منه ولا نظرناش نروح نجيب له متابع، أنت غيرت مقصود ابن الصلاح، بل غيرت كلامك نفسه. أنت قبل كده قلت إن الصدوق لوحده يبقى حسن ومحتج به، وجبت له مثال وقلت انه يرتقي الى الصحيح، وكلامك ده على المراتب هو متأخر عن كلامك عن الحسن. فإن كان يراد إقامة الدليل على أن الصدوق حديثه حسن من عند ابن الصلاح فنعم، وهذا هو ابن الصلاح بنفسه يقول مرتين وليس مرة واحدة إن الصدوق حديثه حسن لذاته ويرتقي إلى الصحيح لغيره بمتابع ثقة. وإن كان على كلام ابن أبي حاتم نفسه فقد بيناه، وإن كان على كلام غيره فكلام غيره كثير في من قال هذا، والكلام اللي في محمد بن عمرو اهو جاب مره صدوق ومره لا بأس به. طيب امال فين الباقيين؟ هو بعد كده قال ومشهور عن ابن ابي حاتم كذا ابن الصلاح. قلنا له طب ما دام مشهور ما تكمل كلامه ينوبك ثواب عشان تخلي الناس تفوق وتخلي ان انت بتكتب خطأ. قال لا انا مش هكمله ولا هم كمان هيكملوه، ما دام ما كملتش انا هم يحاسبوني. ثم ان ذلك مخالف لما ورد عن فلان، وقال الاصطلاح اللي هو انه فلان بيقول كذا، ابن ابي ابن معين بيقول كذا، وان ده اصطلاح خاص به. فاصبح كلام الشيخ ابن الصلاح في باب المراتب أنه إذا لم يستوفي النظر نطلب للحديث متابع، ليس لأنه ضعيف وإنما ليرقيه من الحسن إلى الصحيح، بدليل أنه هو نفسه قال أن الصدوق حديثه حسن. وكلامه هنا النداء ليس مشعر بشريطة الضبط، لا يعني أنه قال أنه يفيد الضعف، إنما هو قال لا يشعر بالضبط التام. وابن أبي حاتم نفسه لم يقول إنه يشعر بالضبط التام، بل قال الذي يهم أحيانا. والتعبير بيخطئ أحيانا موجود في كلام الأئمة السابقين وفي الجرح والتعديل نفسه. هذا يعني الذي أردنا أن نقوله، لأننا بعد كده هنقول الألفاظ اللي هي تدخل في دائرة الحسن واللي ما ذكرهاش هنا او ذكرها السخاوي ولا فرزهاش او اخرجها من كده، بل انه سيذكر ان من قيل فيه حسن الحديث فلا يحتج به. تقول له ازاي يا عم ده انتوا كده تلخبطونا؟ قال والله اللي حصل. تفضل يا مولانا الشيخ سعيد. احنا اذا توقفنا عند مساله ان الكلام
اللي بيتكلم الشيخ ابن الصلاح في المراتب ليس متفقا مع كلامه في تعريف الحديث الحسن، وأن على من يريد أن يفهم مجموع كلام ابن الصلاح يجمع بين قوليه حتى يكون الطريق قصير على من يجادل في مسألة أن الصدوق والصدوق الذي له أوهام والصدوق الذي ربما وهم والصدوق الذي يهم أحيانا والذي يخطئ قليلا ليس حديثه حسن، عليه أن يجمع بين الأقوال حتى يحصل على النتيجة من كلام ابن الصلاح نفسه، بلاش يروح لكده ولا كده. تفضل يا مولانا. وكذا ربما في بعض الأحيان وصف ابن مهدي فيما حكاه أبو جعفر أحمد بن سنان عنه كما قدمته ذا الصدق الذي وسم ضعفا، أي الصدوق من الرواة الموسوم بالضعف لسوء حفظه وغلطه ونحو ذلك بصالح الحديث. أيوة، لما يتقال بقى عليه المراتب والألفاظ دي يا أخوانا اللي تقدمت أو بالنبعه ومراتبها مشروطة بشرط لا بد من الانتباه إليه، وهو أن يكون الراوي موصوفا بلفظة واحدة ليس معها لفظة أخرى تعارضها، إنما ممكن معها لفظة أخرى توافقها، كأن يقول صدوق ليس به بأس، أو يقول كما قال البخاري مقارب الحديث لا بأس به، فدي تبقى تكرير، زي ما قلنا إن التكرير بتاع الثقة يرفع منزلة الثقة عن الثقة الذي وصف بكلمة، إذن داء اللي وصف بكلمتين من نفس المرتبة يكون حاله أقوى من الذي يوصف بلفظة واحدة. أما إن اقترن بلفظة تنزله كأن يقال صدوق ضعيف أو صدوق ليس بالقوي، أو أن يقال إنه صدوق ضعيف جدا كما هو موجود في الجرح والتعديل وغيره، ففي هذه الحالة لا يكون العبرة بصدوق، إنما المرتبة خاصة بلفظ صدوق ولا بأس به بشرط ألا يضاف إليها أو يذكر معها ما ينزل الراوي أو ما يرفعه، وهو ده اللي خلانا نكتب مراتب الجرح والتعديل بين التكرير والتركيب علشان نمنع هذه الإشكالية، إنه المراتب دي على الوصف باللفظة وحدها فقط، إن دخلت أي قرينة كالخلاف في الراوي أو وجود لفظة أخرى فلا يكون المراتب على التوزيع الذي ذكرنا، وإنما يكون على ما يترجح من مجموع الأقوال في الراوي، فهو لذلك بيقول أهو دلوقتي إن ابن مهدي كان بيقول الرجل الصدوق الذي وسم بالضعف لسوء حفظه صالح الحديث، وما تفتح انت الجرح والتعديل او محمد دلوقتي معاه اللاب اهو يلاقي معاه صالح الحديث مع لفظة اخرى، ففي هذه الحال لا يكون العبرة على المراتب وانما على ما يترجح من مجموع الاقوال في الراوي، فيبقى كلام ابن مهدي لما يقول عليه صالح الحديث يبقى ده حكم، ونشوف الأقوال الأخرى ونجمع ما بين الأقوال بحيث نحصل على نتيجة تؤدينا إلى أن الراجل ده صدوق له أوهام أو صدوق ربما وهم أو صدوق فقط، لأن دي بترجع إلى النظر في مرويات الراوي التي أحصيت عليه كما في كتب العلل وكتب الرجال. تفضل يا مولانا. صالح الحديث المنحط عن مرتبة ليس به بأس. أيوة، طب ليه مع أنه معاه صدوق؟ قال لأنه دخلت حكاية أنه هو وصف بالضعف مع الصدق، وابن أبي حاتم نفسه قال الصدوق الورع المغفل
غير الصدوق الورع الذي يهم أحيانا. فالأول محتج به في غير ما وهم فيه طبعا، والثاني ضعيف لأجله ضعف ضبطه. إذ يسم بفتح التحتانية وكسر المهملة، أي حين يعلم على الرواة بلفظه أو كتابة، حين يعلم بقى خليها يعلم على الرواة بلفظه أو كتابة ما تتميز بلفظة أو كتابة، بلفظة أو كتابة مما تتميز به مراتبهم، لذلك مما يشهد لاصطلاحهم. أيوة، فإحنا دلوقتي أهو خلاص خلصنا قراءة الكلام، وظهر لنا ان كلام السخاوي عايز يقول ان الالفاظ دي مقصود فيها او تبنى على انه لا يوجد معها ما يغير مراتبها. اللي احنا نريده الان ان نقول ان المرتبة الصدوق لها الفاظ ذكرت هنا، وليها الفاظ الامام الذهبي لما كتب في مقدمه الميزان ادخلها في المرتبه التي تنزل عن صدوق. فمن ضمن الالفاظ اللي هو نزلها مقارب الحديث وحسن الحديث وجيد الحديث. احنا نقول لا، ان دي هتطلع فوق هتبقى مع صدوق. طب ازاي انت تخلف الذهبي؟ قال انا خلف الذهبي بالذهبي. ازاي؟ قال انت مش هو في الميزان قال الكلام ده وقال ان حسن الحديث وجيد الحديث يبقى نازل درجة عن الصدوق؟ قال ايوه. قال افتح انت الكتاب بقى وشوفه خلال الكتاب بيحكم على الرواة بانه حسن الحديث ومحتج به وجيد الحديث ولا لا. فطالما انه التطبيق اللي الذهبي مشى عليه ان حسن الحديث، وايضا في احكامه افتحوا كتب الذهبي كما ذكرت لكم قبل قليل في محمد بن عجلان، هو في السير يقول ان حديثه في مرتبة الحسن لا يرتقي الى الصحيح ولا ينزل الى الضعف. فاشمعنى جاي انت هنا في المراتب تحط لي حسن الحديث وجيد الحديث فيما هو دون الصدوق؟ طب يعني ايه؟ قال يعني احنا هنغير الالفاظ في المراتب اللي عملها الذهبي اعتمادا على احكامه التفصيلية خلال الكتاب نفسه. وهو له تراجم خلال الكتاب لا يذكر في الراوي الا كلمة حسن له الترمذي، ولو في الكاشف يصف الراجل بأنه صدوق ولم يوجد فيه إلا تحسين الترمذي، وجيد حتى في كلام الإمام أحمد نفسه تفيد الاحتجاج. هات يا عم الحاج نسخة العلل الترمذي ترتيب العلل، هذه دي علل الإمام الترمذي بترتيب أبو بكر أبو عبد الله القاضي، والقاضي دي اسمه أبو طالب، أنا آسف، أبو طالب محمد ابن علي ابن أبي طالب القاضي المتوفى 585. رتب علل الترمذي الكبير لأن كتاب نفسه المفقود ولم يوجد إلا الترتيب في حديث رقم 17 في العلل، بيقول فيه الإمام الترمذي حدثنا قتيبة اللي هو ابن سعيد
حدثنا محمد بن موسى المخزومي عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. كده كويس؟ اللي نعسان مقعدته متمكنة من الأرض فلا يخشى على الوضوء، لكن يخشى على المعلومة. فسألت محمدا، الترمذي بيقول سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث، فقال محمد بن موسى المخزومي اللي هو في سند الحديث: لا بأس به مقارب الحديث. فيبقى البخاري دلوقتي جمع بين مقارب الحديث وبين لا بأس به، فده يبقى من باب تكرير ألفاظ المرتبة الواحدة. ويبقى مقارب الحديث ما هياش خارجة، تبقى موجودة. قال أبو عيسى، هنكمل بقى الكلام اهو. قال أبو عيسى: سمعت إسحاق بن منصور يقول، سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. يبقى اللي له إسناد جيد عند الإمام أحمد يحتج به ولا ما يحتجش؟ يحتج به. هل الإمام أحمد بيستعمل كلمة صحيح ولا لا؟ يبقى دي كلمة جيدة، يبقى هو عنده صحيح وعنده تحت منه ولا لا؟ لأن لو نطبق عليه الثقة ما نلاقيش إنه محمد بن موسى ده ينطبق عليه. فأصبح كلمة جيد يستعملها الإمام أحمد فيما دون الصحيح. طيب إذا جبنا ترجمة زيد بن أبي أنيسة، هات يا شيخ محمد. زيد بن أبي أنيسة في ضعفاء العقيلي. إذا أذن خلاص هنتوقف ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله، بس هو هيقدر يجيب المثال إن شاء الله في ضعفاء العقيل. تفضل يا مولانا. زيد بن أبي أنيسة الجزري. زيد بن أبي أنيسة الجزري هو بيلقنني الآن، يقال كان يلقن فيتلقن، فهو دلوقتي لو قال اشتم نفسك هطاوع، لما تخلص الترجمة هنعمل ايه؟ تفضل يا محمد. قال حدثني الخضر ابن داود قال حدثنا أحمد بن اللي بيقول كده العقيلي. قال قلت لأبي عبد الله. أبي عبد الله اللي هو مين؟ أحمد بن حنبل. ها؟ زيد بن أبي أنيسة كيف هو عندك؟ فقال إن حديثه لحسن مقارب. زيد بن أبي أنيسة كيف حديثه عندك؟ قال إنه لحسن مقارب. فاستعمل لفظين على إن الرجل ده عند الإمام أحمد محتج به ولا ضعيف؟ بكلمة حسن، يقول لك الإمام أحمد ما عندوش حسن، هيتكلم لسه عليه مش هيسيب الترجمة. قول يا بابا. وإن فيها لبعض النكارة وهو على ذلك حسن الحديث. وإن فيها لبعض النكارة وهو على ذلك حسن الحديث، يبقى ضبط نقص بالنكارة دي من الثقة إلى الصدوق. يعني اما اجي اقول ده منكر الحديث واحب اغير كلام احمد يقول لك لا خليها، لان المناكير دي هي اللي نزلته من الثقة الى ان يكون حسن الحديث. عند مين؟ عند الامام احمد صاحب القسمة الثنائية.
وله أمثلة أخرى. الغلط جا منين؟ إن إحنا بندور على كلامه عن الحسن في الأحاديث، ولا بندورش على كلامه في الرجال اللي هو أصلا هيرتبط بالأحاديث. الأثرم له كلام في العلل أيضا لسه كمان، مش هو هنا قال حسن الحديث مقارب الحديث؟ وإن كان له مناكير فهي لا تنزله، لأنه هيبقى زي الصدوق اللي له أوهام. يبقى المصطلح بتاع المتأخرين ده عند الإمام أحمد ولا هم غيروه؟ أهو اتفضل يا مولانا، هات بقى سؤالات الإمام أبو داود السجستاني للإمام أحمد عن الرجل ده، عن زيد بن أبي أنيس. يقول أنت جايب لي مثال وجايب، لا ملوش مثال، ما هو المثال يدل على الأقل جواز القاعدة. الله أكبر. الله أكبر. لقيت يا شيخ؟ اتفضل يا شيخ. قال أبو داود سمعت أحمد قال زيد بن أبي أنيسة ليس به بأس. ليس به بأس. فدلوقتي اداله ألفاظ المرتبة كلها هي. قال لا ده في خول تاني هنجيبه لك ينسف ده كله. قال ليه ما تخلينا على كده؟ قال لا ما تخافش، هيجي واحد تاني يقول انه هو قدح في زيد. نقول له ده قدح مقبل يا مولانا، يحمل على المناكير اللي هو سلم بيه، ويبقى ما نقضش كلامه، ويبقى مجموع الاقوال انه هو صدوق له مناكير. بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه المجموع الألفاظ التي ترونها مكتوبة أمامكم هي الألفاظ التي تمثل مرتبة صدوق وما في حكمه وما يستشكل على هذه الألفاظ أو على واحد منها، فالجواب عنه كالآتي: لفظة الصدوق والصدوق الذي له أوهام، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين أن نقول عن الراوي إنه صدوق وأن نقول إنه صدوق صدوق له أوهام؟ لا يعرف هذه إلا من يقرأ كتب العلل. لماذا؟ لأن كتب العلل تذكر الأحاديث
المعلولة وتذكر الطريق أو الإسناد الذي روي به الحديث المعلول، وقد يحددون راويا من هذه الطرق ويقولون إن هذا الراوي هو الذي وهم في هذا الحديث، فيعتبر هذا الكلام منهم تخصيصا لأحد رجال الإسناد، وهذا الراوي هو الذي تقول عنه كتب الحديث إن له أوهاما. أما إذا ذكروا الطريق، هو كل المشكلة إن ما حدش بيقرأ، وإن ما فيش وسيلة تانية إلا القراية، ما نقدرش الوقت زي الشاي اللي أنا شربته ده ندوب واشرب يا فلان هتبقى عالم، ما جاتش لسه لحد دلوقتي. فلذلك انت ما تتصورهاش الا ان الشيطان سابك وخلاك تقرا، لكن طول ما هو قال لأضلنهم وانت مستجيب رغم لعنك للشيطان كل لحظه فانت مسؤول عن هذا. فتجد انهم في حالات يذكرون طريقا للحديث ويقولون هو خطا، فيسأل ابن أبي حاتم أباه الخطأ من من؟ فيقول لا أدري، ما هوش قادر يقول إن السند ده فلان اللي أخطأ فيه، لكن يقول الحديث الطريق ده خطأ. فما دام هو ما حددش راوي أصبح كل واحد في هذا السند يشمله الحكم بالإعلان، فده اللي هم يقولوا عليه صدوق بس. ليه؟ قال لأن الحديث حكم عليه بالخطأ لأن جاء من طريق تاني غير دول وطلع فيه قرائن ترجعه على ده، فيبقى كل اللي دخلوا في هذا الإسناد يعتبر هذا الحديث منتقد عليهم، لكن مين فيهم لم يحدد. فاحنا بنيجي دلوقتي وده المشكلة كمان، او ده السبب اللي خلانا نغلس على الباحث اللي بنبحث معاه او نشرف عليه، ان ما يكفيش يا ابني انك تجيب الاقوال من كتب التراجم. دلوقتي الدكتور سامح يقول لك هاتها سكة، ما يكفيش دلوقتي وانا بنادي اهو برجو ان زملاتي اللي بيشاركوا في العملية التعليمية يتبنوا هذه الفكرة. كثير جدا من التراجم اللي بيترجموها الباحثين لغاية الدكتوراه هي نسخة من تقريب التهذيب، وبعض الرسائل اللي مطبوعة متداولة يقول إني أنا أحكم على الراوي بما في التقريب غالبا، لأن ابن حجر قال إني أحكم على الرجل بأعدل الأقوال، أو يقول لك إيه إذا خالفوا الذهبي فأنا آخذ بكلام الذهبي، يعني كله نقل، مفيش حاجة اسمك قاعد قدامك سنة كاملة تدرس له إنك أنت تنقله إزاي بعد ما يقرأ الأقوال يستنتج منها. فيقول لك انا مشيت على كده. انا اللي برجوه من الباحثين وايضا الاساتذه في قدر ما يستطيعون، ان ما تنفعش في باب الاعلال وباب التصحيح والتضعيف ان تكتب الاقوال الموجوده في الراوي فقط، وانما لابد ما دام نشرت كتب العلل واصبحت في ايدينا ان احنا نجيب الراوي ده ونعرضه على فهارس كتب العلل ونشوف له كم موضع ذكر فيها، ونبحث المواضع دي تفصيلا عشان نشوف هل في الستين موضع دول ان العلماء قالوا في المكان ده ان ابن اسحاق هو اللي اخطأ، ولا هم يعلوا السند كله
فنقالوا ان العلف ابن اسحاق انت روح ضيفه على نسخة ابن اسحاق وتيجي تقول له ابن اسحاق حديثه حسن يقول لك فلان صحح له. يا اخي صحح له من جيبه، اما من العلم لا، من العلم لا. احنا عندنا دلوقتي مواضع لابن اسحاق انا طلبت من بعض زملاء الباحثين ما حدش رضي يشوفه، انا دلوقتي ببحثهم كل ما يتسع وقت في 10 اعملهم او 15 اعملهم 16 اعملهم، لان انا بحثت ابن اسحاق وقلت ان حديثه حسن فلازم اثبت عمليا ان هو فعلا ينزل عن الثقه، بحيث ان اللي يقول لك فلان صححه تقول له الله يسهل. اقول لك افتح انت الفهرس بتاع الحاكم وشوف ان هو له كم حديث فيه، لان الحاكم بيدخل الحسن في الصحيح. لا، فلذلك اصبح الان على كل باحث يريد ان يحقق درجة راوي انه بعد ما يجمع الاقوال فيه يشوف انه هو ذكر في كتب العلل على اي طريقة، وهل كتب العلل اضافت له اخطاء معينة ولا لا. فإن أضاف له أخطاء بننظر في الأخطاء دي، والله إن كان الراجل ده ثقة فالثقة يخطئ، ما نقولش لا، ولكن أخطاء لا تصل إلى درجة أقل من الندرة. وابن رجب في كتاب ما هوش مقرر برضه كتاب العلل يقول إن الخطأ يا نادر يا قليل يا كثير يا غالب. تقول طب ما انت قريت علينا هنا انه بعد ما قال احيانا قال الغالب ما قالش الكثير، قال هو قال الكثير في الجرح والتعديل، بس هو لما كتب ده كان لسه ما كتبش الكتاب فما حطش ما استوعبش كل الالفاظ. انت اللي عليك بقى تقول له يا مولانا انت جبت يا 500 1000 ولا 2000 قلت كثير الخطا دخلهم لو سمحت، لانه هو بعد كده قال اللي هلقى فيه جرح هقوله واللي ما لقاش هسيبه ابيض. مش ده موجود في الجرح والتعديل؟ يبقى معناه الراجل كتب هو ما قراش الكل، انت ليه بتحمله بقى؟ يقول لك لا ما دام ما ذكرش كثير الخطا يبقى انت ما تدخلهاش. دخلهاش ازاي اذا كان هو جوه الكتاب ملاه؟ ولو كان كتب المقدمة قبل الكتاب لأدخل الكثير، بل هو في المقدمة ذكر الكثير لكن لما جاء المراتب ما ذكرهاش، على انك انت هتقرأ كله وانت تكمله، كونك ما تكملوش مش قضيته هو. فأصبح جمع مواضع الراوي في كتب العلل أمر ضروري حتى نحقق مرتبته على الوجه الذي في إمكاننا، ما بنقولش هاتوا المستحيل، ما دام في حاسب اهو بتدي له اسم يجيبه لك خلاص انت ما اصبحش لك عذر. كتاب علل الرازي جزاهم الله خير اللي هم حققوه عملوا له فهرس انه كل راوي ذكر كم مره في الكتاب، فما عليكش الا انك تبص في المرايه، هيعملوا اكتر من كده ايه؟ علل الدارقطني ما حدش عمل لانه هو كان له كتاب قضيه واحد عمله وتوفى وبعد كده واحد كمله والتاني يعني الرجل من كبر نفسه قال يقول انا لست مختصا في الحديث انا حققت النص واللي عايز يشتغل عليه يشتغل. كتر خيره انه هو طلع الكتاب. اصبح بقى عليك انت الدور انك انت تدخله في المحروسه دي الكتاب وبعدين تطلع له انت بقى فهرس زي فهرس الرازي. علل احمد لا فهرس موجود، علل ابن ابي علل ابن المديني لا فهرس موجود، عليك انك انت تشوف دول. فاذا وجد تحديد للراوي هو ده اللي يقوله له اوهام او له مناكير. اذا كان ترجم له ابن عدي وذكر له احاديث تفرد بها وانت لقيت ان ما هواش حكم ابن عدي منقوط يبقى دي تبقى تعتبر من مناكير، تقول صدوق له مناكير. جبت المناكير منين؟ جبتها من الكتب دي، انه البخاري يقول لا يتابع على حديثه، ان الثاني يقول انه هو هذا الحديث منكر او لين او الباب في اللين. تقرا يعني الكتب اللي قالت
ان الراجل ده في الاسناد ده له كذا. فهذا هو الفرق بين صدوق وصدوق ربما وهم، او صدوق له اوهام. لو اوهام يعني الكتب قالت انه وهم في كذا 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 كذا، او انت استنتجت استنتاج صحيح بان له كذا. طب المرتبه تختلف، المرتبه تختلف في انه ده عرفنا له وده ما عرفنالوش. طب نزلته ليه؟ قال لانه اتوجد في اسانيد والاسانيد دي طلعت معلوله، ولاش قادرين ان احنا نحدده هو، لان العلماء يتحرجون من هذا، واحنا ما قدرناش نثبت بوسائلنا لاننا لم نرى الراوي وصبرنا لاحاديثه في حدود الموضوع. فلذلك قلنا صدوق، وصدوق له اوهام او له مناكير او ربما، يعني صدوق واقترانها بلفظة تدل على نقص ضبطه، نقصا لا ينزله الى الضعف. ولذلك ابن حجر نفسه اللي قال على محمد بن اسحاق في التقريب ان صدوق له اوهام، لما جاب احاديث المشكاة وجاء محمد بن عمرو قال صدوق في حفظه شيء، فبرضه حطوا له صدوق وحطوا له الكلمه اللي تدل على ان في احاديث. لما تمسك انت كتب العلل يقولوا لك الحديث ده محمد بن عمرو فيه اخطا، فيبقى الاخطاء دي بالذات تضعف بخصوصها، ويبقى الرجل حسن. والثقه اذا اخطاءه طلعت نادره يبقى حديثه صحيح ما عدا الاخطاء دي، تبقى معلوله شاذه او منكره حسب الاسماء، او باطله حسب ما بيحكموا عليه. ده بالنسبة لهذه الألفاظ. أما اللفظ الثاني اللي احنا صدوق ربما وهم، كل ما يدل على القلة. اللي بعديه بقى وأحيانا نفس الشيء، وكل الألفاظ دي موجودة في كتب المتقدمين مش من المتأخرين، كلها موجودة في كتب المتقدمين وتنعي من يقرأها. اتفضل يا شيخ. صدوق يهم قليلا، هم كلهم بقى صدوق يهم في الشيء بعد الشيء ولا بأس به، هي دي نفسها برضو الكلمة دي بذاتها. ابن عدي لو انت تقراها طبعا مش تجيبه سكة زي ما بقول الدكتور سامك، تلاقيه يقول لك بعد ما يجيب الراوي ويبحث ويقول وهو يخطئ خطأ من لا بأس به، فتقول له يعني كأن اللي لا بأس به دي جواها ان الراجل ده يخطئ. قال تصدق بس انت يا شيخ احمد دوخ على الكلمه دي لما تلاقيها، هو يفضل يقول لا باس به وانت زي الاطرش وراه، لكن يجي في حته وتزنق معاه يقول لك كده هو يخطئ خطا من لا باس به، فيفهمك ان من يوصف بانه لا باس به له اخطاء انزلته عن الثقه، وايضا لم تنزله الى الضعف. يقول بقى اللي بعدها يا عمي اللي لا باس به دي، لا باس به دي اللي هي بنحسن لها الشيخ ابن الجوزي، ابن الجوزي ده متوفى كام يا مولانا واللي عايش؟ ابن الجوزي ده عامل كتاب اسمه العلل المتناهية، وبرضه مش في المقرر. اللي حابوا يجيبوا الحسن حابوا يجيبوا موقف الشيخ ابن الجوزي من الحسن، راحوا جابوه من كتاب تاني قال ايه؟ ما قرب تعريف ابن الجوزي اللي مذكور في كتب المصطلح في الحسن. ها؟ ضعف قريب محتمل. فأول حاجة راحوا قايلينها قالوا ان هو ما حددش الضعف القريب ده، وهو صح ما حددش الضعف القريب، لكن له كتاب هو حدد، بس اللي كتب المصطلح ما كانش ساعتها الكتاب قدامه. يقوم ما فيش حد خالص من اللي يخش المدرج ويعلم يقول ده ابن الجوزي قال كلام تاني. ليه؟ ما عندوش وقت يقرا كلام تاني، هو خلاص بقى دكتور هتعمل له ايه؟ تقول له لا تعالى اتعلم دي وبعدين خش، ما الرخصه اتاخدت وخلاص يا مولانا. فابن الجوزي الكتاب اللي هو العلل المتناهيه دي،
في الأول خالص لما جاي يتكلم قال الكلام اهو. ياك بس تطلع إننا إيه، آدي كلامه في العلل المتناهية في المقدمة. الشيخ أبو شعبة قال الواء الكتاب اللي يضيق وقتك عنه اقرأ مقدمته وفهرسه. دي علمها لنا رحمة الله عليه. ما عندكش وقت اقرأ المقدمة واقرأ الفهرس، ما عندكش وقت تسيب الشغلانة، محدش غاضبة يا تتحاسب أمام الله. أنا أعمل لك إيه؟ آدي ابن الجوزي يقوله في مقدمة الآية المتناهية: لما كانت الأحاديث تنقسم إلى صحيح لا يشك فيه، خلاص كده، وحسن لا بأس به. لو كان جاب دي كان خلاص ما دخلناش متاه، عرفنا انه حسن. قال لا، لان هو متاثر بان ابن الصلاح اما قال يكتب حديثه انه يقصد الضعف. يا عم ده يقصد الترقيه للصحيح، ما يقصدش، بدليل انه قال هناك الصدوق حديثه حسن. يقول لك لا. فلما نقرا ابن الجوزي دلوقتي لما يقول وحسن لا باس به، تبقى لا باس به حديثه حسن ولا ضعيف؟ ويبقى اللي يقول حديثه حسن لا باس به يخطئ، ولا ابن الجوزي اللي يخطئ؟ قول بقى اللي بعدها يا عم الحاج. مقارب الحديث. مقارب الحديث، مقارب الحديث دي اكتر واحد قالها الامام البخاري، واكتر مرات قالها في ترتيب علل الترمذي الكبير، بحيث انك احيانا تجيب صفحه واحده تلاقي فيها ثلاث مرات المقارب الحديث، لكنه احيانا يقرأ مقارب او مقارب بصحيح، واحيانا يقرنها بلا بأس به. فكده قال لك لا، احنا اتفقنا ان مقارب الحديث اذا جت مع صحيح تبقى مش تبعنا، لانها ركبت مع كلمه اخرى والمراتب على كلمه واحده. فطالما دخل هو معاه صحيح يبقى العبره بكلمه صحيح. يقول لما بيقول مقارب ليه؟ قال عشان يقول لك ان اللي في الدرجه العليا يدخل فيها الدنيا، لكن الدنيا ما تنفرد، اذا انفردت لازم تنزل. الشيخ عبد الحق الاشبيلي ده متوفى سنه 581، ان قلنا على كلام اخواننا اللي حسبوا المتاخرين فضلوا ينزلوا فيهم لحد ما وصل سنه 600، فيبقى ده داخل في المتقدمين ولا مش داخل؟ داخل على كده على بعض الأقوال. له كتاب اسمه الصلاة والتهجد، فبيقول فيه إيه حديثه: ذكر الترمذي من حديث أبي ظلال عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال رسول الله: تامة تامة. أدي ده الحديث. يعلق ابن عبد الحق يقول إيه؟ قال البخاري: أبو ظلال مقارب الحديث، يريد أن حديثه يقرب من حديث الثقات، أي لا بأس به. فيبقى أحسن بقى تطبيق عبد الحق، ولا أن الشيخ أحمد يقعد يسرح بينا؟ قال طب ما هو عبد الحق ده هيجيب حاجات تانية ويغلط فيها. قال احنا مالناش دعوة بغلطه، احنا لينا كلمة توافق القاعدة، إن خالفها هو نقول إن هو أصاب في الحتة دي. لو قلنا ان هو لازم يضطرد يبقى احنا بنطالب بقاعدة عامة، واحنا ما بنطالبش بقاعدة عامة، احنا بنطالب بصنيع العلماء الذين قالوا ان من كان وصفه هكذا فحديثه هكذا. ماشي كده يا مولانا؟ كمان الترمذي قال ان البخاري لما يقول مقارب الحديث يقوي امر الراوي، ومعنى انه يقويه انه هو يضعفه ولا يصححه؟
ما يقدرش يقول له صححه، لأن الصحيح مربوط بسقف، فما يبقاش فيه تقوية إلا الحسن. هيقول بقى اللفظ الثاني أهم منه، حسن الحديث. حسن الحديث، الإمام الذهبي نفسه اللي نزل اللفظة دي هو اللي حكمها داخل كتاب الميزان كله، بل بالتحسين أيضا الفعلي. طيب ما عمل كده ليه في الأول؟ قال قبل ما يكتب الكتاب برضه. تقول طب وإحنا هنقعد بقى نسرسب كده؟ قال آه، ما دمت عايز تتعلم سرسب، لأن في واحد ألف كتاب مقدمات العلماء، وقال فيها إن من العلماء من كتب مقدمة كتابه قبل ما يكتب الكتاب، ومنهم من كتب مقدمة كتابه بعد ما كتب الكتاب، وأن أنت عليك عشان خاطر تحاسبه تعرف كتب قبل ولا بعد. فابن أبي حاتم دلل على إنه قبل، والحافظ ابن حجر في التقريب دلل على إنه قبل، لأن كثير من اللي ذكروا في الخطبة ما طبقوش في الكتاب من جوه. فأنت ما تحاسبوش بقى على المقدمة، لا، حاسب على التطبيق. فيبقى جيد الحديث جوه الميزان. العراقي، طب أمال العراقي ما هو جمع الذهبي طوعه ليه؟ قال نفس الملحوظة على العراقي رحمة الله عليه. فهو خلال كتبه كلها يعتبر الحسن حجة ويحسن الحديث، ويقول عن الراوي انه حسن الحديث، سواء في طرح التثريب او في تكملته لشرح الترمذي او غيرها من، او في المغني عن حمل الاسفار، ويستعمل جيد الاسناد وحسن الاسناد. فده ما يقتضيش انه هو كان يوافق على ان الذهبي يحط جيد الحديث ولا حسن الحديث في مرتبة من لا يحتج به. يبقى الاستدلال على دول من الصنيع ليس من الكلام، ومن الكلام الذي ذكره ابن أبي حاتم نفسه صاحب المراتب، ومن تعريف ابن الصلاح للحديث الحسن وتمثيله له. وعلى ذلك اللي خطأ ده عليه أن يجيب عن هذه الأسئلة جوابا ليس متكلفا. لحد الآن كل اللي رفضوا الصدوق كل اللي بقالوش لما تقول لهم هاتوا مسل الحسن يجيبوا حديث محمد بن عمرو بن علقمة، ويحسنوا لمحمد بن عجلان. تقول لهم طب ليه ما الرجل دوت هو ده الحسن بتاع الصدوق؟ قال ما احنا مش لاقيين. طب ما دام ما انتوش لاقيين ما تراجعوا. قال لا، طب ما احنا عايزين نرد على الناس. تردوا خلاص كده يا عمي. فادي المراتب اللي احنا قلناها. الشيخ شاكر رحمه الله عليه لما لقيهم مقفلينها خالص فلو موقفين. الموقف الاول ان هو لما شرح ألفية السيوطي اهي جعل المراتب دي كلها وعلق تعليق واحد، هذه ألفاظ تدور بين، لأن العنوان مراتب التعديل والتجريح، وسكرهم الصوت كلهم، علق عليهم الشيخ شاكر بتعليقة واحدة، هذه ألفاظ تدور بين علماء الحديث في تعديل الرواة أو جرحهم، وقد رتب المؤلف درجاتها كما ترى ولا تحتاج إلى شرح. ووقت ما الشيخ شاكر كتب كده كانت فعلا ما تحتاجش، لان ما كانش فيه حد بيسال عليه، ولا كانتش ماده دراسه الاسانيد قبل ما الشيخ الطيب يبقى رئيس جامعه كانش تدرس في كليات اصول الدين من اسوان لغايه اسكندريه. لم تكن ماده دراسه الاسانيد لها ساعات، وإنما كانت محطوطة على التخريج، واللي يدرس التخريج قبل ما يدرس ثلاث طرق السنة تخلص، فتطلع إن دراسة الأسانيد مجهود خاص. لما نيجي نناقش الولد في الرسالة نقلبها كلها أسانيد. طب ما أنت ما علمتوش. قال هو يعلم نفسه إزاي؟ قال كده إلى أن جاء الشيخ
بارك الله فيه، وانا مش بقوله والله مجاملة له، وقال ضعوا في المنهج ما تراه يحقق الفائدة وانا مسؤول عن تنفيذه. الحمد لله نفذ الان، بس نرجو الا يفرط فيه اهل قسم الحديث. ونفس مادة العلل لم تعرف في الازهر بمادة لها ساعات الا على يد الشيخ احمد الطيب منذ انشئت كليات الازهر، واللي عنده عكس كده يقول. فاصبح ادي كلام الشيخ احمد شاكر، ان هذه الالفاظ وقت الشيخ احمد شاكر ما كان موجود كانت لا تحتاج الى شرح، لانها لا تحتاج الى استعمال. رجع بقى العملية اتحركت، وهو بدأ الراجل يحتاج بنفسه انه يحكم، فساب حكاية ابن الصلاح دي وكده، وراح جايب مراتب التقريب وحطها وبين عليها المراتب، وكل الأزهريين واللي كتبوا في الجرح والتعديل يسيبوا ابن الصلاح ويكتبوا كلام الشيخ احمد شاكر. اول ما يقول المراتب يروحوا جايبين كلام احمد شاكر، يعني معناته معاصر بيقلد معاصر، لان اهليته ما وصلتش لغايه اللي فوق. الشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه، هات يا ابني كتاب ابن كثير، لما كتب بقى علق على كتاب ابن كثير، مختصر ابن كثير في علوم الحديث، علق على الموضوع ده على المراتب، قال لك احنا هنفضل ساكتين كده؟ انا قلت ان هي ملهاش لازمه في وقت كان فعلا وانا قدامكم، انا درست في الازهر ساعه ما كان السنه وخمس سنين، وكان مصطلح الحديث بيدوه لنا 10 صفحات ويقول لك دي تحفظهم عشان هيجي سؤال في 10، فحفظناهم كونهم اتشرحوا لنا او عرفنا، دي قضيه ثانيه. ده في الثانوي، لما جينا في اصول الدين لقينا ما فيش دراسه الاسانيد، وانا بقول لكم انا حيه والله والله ما درست لنا الاسانيد اكثر من جلسه واحده ساعتان انتهى فيهم ده كله. وبعد كده ناخد رسائل نحكم، تحكم اذا انت فاقد الاهليه. حتى بقى بعد ما بدينا ندرس اسانيد بدينا ندرس بخفه، يعني ليه؟ لان داخلين لسه احنا كده. واحد يقول لي جايبين واحنا في لجنه عشان نصلح مناهج الدراسات العليا، يقول يا شيخ احمد باب العلل ده اللي فتحته لنا الله لا يسامحكم. ده انا يا راجل ناقشت رساله نسفت فيها ابن رجب. انت نسفت ابن رجب وانت ما درست الساعه واحده؟ يقول اه طبعا. ما هو لا يمكن ان ينسف عالم جاهل الا كهكذا. الشيخ بقى الشيخ احمد شاكر لما قال ابن كثير، تكلم الشيخ ابو عمرو ابن الصلاح على مراتب وسمى اصطلاحات اخرى، راح معلق بقى الشيخ شاكر على هذا الموضع من مختصر ابن كثير، فقال: ذكر الحافظ في خطبة تقريب التهذيب مراتب الجرح والتعديل فجعلها 12 مرتبة، الأولى الصحابة، الثانية من أكد مدحه بأفعل، الثالث من أفرد بصفة، الرابع من قصر، وانتبهوا للرابع دي، من قصر عمن قبله قليلا كصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس. قلنا ماشي، قال إيه؟ من قصر عن ذلك قليلا كصدوق سيء الحفظ. ده كلام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. هو لما يقول على محمد بن عمرو بن علقمة مرة صدوق له أوهام،
وصدوق في حفظه شيء ويحسن حديثه، يبقى مرتبتين ولا مرتبة؟ مرتبة. هو هنا عاملهم اثنين، نقول ماشي ما يجراش حاجة، لكن ما زلنا في دائرة الحسن، لأنك يا حافظ العصر حسنت لرجل واحد وصفته بالمرتبتين، مرة صدوق له أوهام ومرة صدوق في حفظه شيء. ماشي كده؟ صدوق يهم أو له أوهام، لحد كده نقول له يهم؟ لا، يهم بالمضارع لا، ويخطئ بالمضارع دون أن تقيده لا. يقول ليه؟ نقول له لأنك أنت جوه التقريب استعملت يهم مطلقة واستعملتها مقيدة. يقول الله وانتوا لابدين لي كل حاجة كده، أنا ما هنفهمك ازاي؟ ما احنا بننقل نسخة من كتابك في الهوامش، فعلى الأقل نفهمك عشان القيامة. قال قيامتيه وانتوا جوه التقريب عنده صدوق يهم، صدوق يهم أحيانا، وصدوق قد يهم، وصدوق يهم قليلا، وصدوق يهم كثيرا جوه التقريب. فيهم دي اللي هو ما حطلهاش صفة ما تلزمناش، لأنه فصل داخل الكتاب، فلا بد أن يعطينا تفصيلا حتى نحكم على تفصيل. فمن أطلق فيه المضارع لا يدخل في الرابعة، لأن المضارع بحسب مدلوله يدل على الاستمرار، والاستمرار يدل على الكسرة، فلا يصلح معه لا ربما ولا قليلا ولا أحيانا ولا قد يهم. يبقى أنت تطلع لنا دي يا مولانا. وكذلك الشيخ أحمد شاكر لما وافقه لم يوافقه في التطبيق، فكما خالفنا الذهبي فيما فعل نخالف الحافظ ومن وافقه فيما فعل، إن المضارع ما اضطرتش، بل من قراءتنا للتقريب انه احيانا الامام ابن حبان يكون قال عن الرجل ربما وهم، فالحافظ يقول يهم، يغير كلمته من ربما الى المضارع. فيبقى انت تشتغل على مين؟ قال يعني اشتغل على ده لانه قال اعدل. يا عم هو الرجل قال اعدل كان ناوي كده، لكن 12,000 راوي يعدل فيهم ازاي؟ اقرا انت، شيل معاه، شيل، شوف تطبيقاته انت، هتلاقيه يفرق في التطبيق بين يهم وبين ربما. فاذا يهم لا تدخل، انما وكذلك يخطئ. المضارع لا، لكن المضارع المقيد بما يدل على القلة لسه هو دلوقتي ما وصلش. الشيخ شاكر في تعليقه على دول، فهو يقول ايه؟ اوهام او يخطئ او تغير باخره ويلتحق بذلك من روي بنوع بدعه، يعني ايضا اللي مبتدع صدوق رمي بالتشيع صدوق كده، يعني يدخل في هذه المرتبه. ثم قال من ليس له من الحديث الا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله ويشار إليه بمقبول حيث يتابع وإلا فلين. ومعنى كده أنك أنت لما تقول الحافظ قال مقبول، يعني معناه أنك أنت عايز تقول له تبع ولا لا. السابع من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، المفروض يقول ولم يجرح كذلك، لأنه لو روى عنه أكثر من واحد وجرح لا يدخل في هذه المرتبة، ويشار إليه بمستور أو مجهول الحال. 8 من لم يوجد فيه توثيق معتبر وجاء فيه تضعيف وإن لم يبين
يعني انه تضعيف بسبب كذا، واليه الاشاره بضعيف. من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق ويقال فيه مجهول. من لم يوثق البتة وضعف مع ذلك بقادح ويقال فيه متروك او متروك الحديث او واهي الحديث او ساقط. من اتهم بالكذب ويقال فيه متهم او متهم بالكذب. من اطلق عليه الكذب. ثم قال الشيخ رحمة الله عليه الشيخ شاكر: والدرجات من بعد الصحابة، فما كان من الثانية والثالثة فحديثه صحيح من الدرجة الأولى وغالبه في الصحيحين، وما كان من الدرجة الرابعة فحديثه صحيح من الدرجة الثانية، وهو الذي يحسنه الترمذي. معنى يحسنه الترمذي يعني لذاته، لأن الترمذي بيحسن لنوعين. وقال: طيب أمال الشيخ حديثه صحيح ليه من الدرجة الثانية؟ قال: يعني كما فعل الحاكم وابن خزيمة وابن حبان، وكان المفروض، لكنه هو قال: أنا هجمع لك ما بين الاثنين، هقول صحيح عشان يمشي. طب أنا لما الاقي ده أحكم عليه أنه صحيح زي الحاكم ولا أحكم عليه أنه حسن؟ قال: لا، أنت تحكم عليه أنه حسن لأن أنت مش الحاكم. الحاكم وابن حدين وابن حبان وابن خزيمة ده اصطلاح خاص بيهم، والاصطلاح الخاص ما يشملش الاصطلاح العام، وأنت من أهل الاصطلاح العام لحد ما تبقى إمام يا مولانا، لحد ما تبقى إمام. طول ما انت مؤذن خلاص. فالشيخ شاكر رحمة الله عليه كان مفروض ما يقيدهاش كده، يعني ما يخلاش كده، يعني يقول حديثه صحيح عند قوم، حسن عند الإمام الترمذي، وما كانش يقول الذي يحسنه الترمذي، لا، مفروض يقول الذي يحسنه الترمذي مع الغرابة، أو يحسنه لذاته، لأن الترمذي يحسن الضعيف بمتابع بمقتضى تعريفه، ويحسن الصدوق بمفرده بمقتضى المثال الذي ذكره. وقالوا إن الترمذي عرف الحسن لذاته بالمثال، وعرف الحسن لغيره بالعبارة، فأصبح يشتمل كتابه على الاثنين، واحد بالمثال التطبيقي وواحد بالكلام التقعيدي. فكان مفروض ان الشيخ رحمة الله عليه يفصل لنا تحسين الترمذي، وقولوا يسكت عنه ابو داود، دي معروفة ان الشيخ ابن حجر في النكت قال سكوت ابو داود ما ينفعش تحسين، والذين قالوا ان من سكت عليه الامام ابو داود فهو حسن فهو قول منهم لا يلزم بالاصطلاح العام. وهناك كثيرين ماشيين على كده، ان اللي يسكت عليه فحديثه حسن. حتى ان ابن كثير هنا في الكتاب ده بيقول ان في كلام عن ابو داود ان هو قال سكت عنه فهو حسن، فردوا عليه ابن الصلاح وغيره قالوا له ما فيش كلمه فهو حسن دي، احنا قرينا كتابه ما لقيناش فهو حسن، وأن هذا التحسين هو اجتهاد من غيرهم. ثم قال الترمذي: وما بعدها، يعني ما بعد الرابعة اللي هو صدوق سيء الحفظ، لأن هي دي الخامسة، وصدوق يهم له أوهام ويخطئ أو تغير بآخره، فيقول: فمن المردود. لا، مش من المردود. الذي يدخل معنا في الحسن من وصف بما يدل على خفة الضبط، كيهم قليلا وسيء الحفظ وله أوهام، والذي يقال تغير بآخره، هذا إنما يحتاج إلى أن يبحث تغيره، فإن تميز فما قبل التغير فهو صحيح،
وإن لم يتميز فكل حديثه ضعيف. أدي حكم اللي تغير بآخره. فده كذلك مما يخالف فيه ما ذكره الشيخ شاكر. ثم قال يقول إلا وكذلك من كان في الدرجة الخامسة فيتقوى ويصير حسنا لغيره. نقول له لا، الصدوق اللي له أوهام، الصدوق الذي لا ربما أخطأ، أو لا يدخل في الحسن لذاته، لا يدخل في الضعيف. وما كان من السابعة إلى آخرها فضعيف على اختلاف درجات الضعيف من المنكر إلى الموضوع. نقول له فضيلتك الموضوع لا يدخل في الضعيف، الموضوع مستقل استقلالا تاما عن الضعيف. ومن قال إن الموضوع هو شر الضعيف فليس مصيبا، لأن الكذب لا يقتضي الضعف حتى نقول إنه شر الضعيف. الموضوع مستقل تماما لأنه مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتسميته حديثا على زعم واضعه لا على أنه شر الضعيف. فهذا ما أردت التعليق عليه من صنيع الشيخ شاكر، ومناسبة التي جعلته يفعل هذا إن كنا كلنا ساكتين كأزهريين، ويعتبر الشيخ شاكر ساعة ما قال كده ما فيش أزهري سبقوا إلى هذا الكلام. أصبحوا بقى اللي يدرسوا وتقول له درس يجي ناقش دول، وعشان ما يكلفش نفسه الفرز ده حسب القواعد إن نطلع ده وندخل ده يقول على حد قوله. يعني ده كلام الشيخ شاكر وانت روح بلط البحر. طب إذا جه سؤال يا مولانا، قال إن جه سؤال بس انتوا اكتبوا اللي في الكتاب وربنا يسهل. طب القيامة، القيامة دي بقى انت هتقعد كل شوية تعرضنا بالقيامة. قال ما انا مانيش لاقي ملجأ، ما الذي أستطيع في فتح شهية طلبة العلم أن لا يتحملوا وزر الجهل. وأنا قلت في مرة من الأوقات لبعض الذي البنات الذين درستهم، ليتنا نعرف أن عدم المذاكرة ذنب مثل ما نحاسب الناس على ذنوب أخرى. عدم المذاكرة ذنب سنحاسب عليها أمام من لا يملك العذر عنده. ما ذاكرتش ليه؟ ما دام انا اديتك النفر ما ينهضش. لا، اما ما تنهضش بقى هو اللي هيحاسبك. هذا يعني ما اتسع له المقام، وربما يكون لكم بعض الاسئله فانا مش قادر اقول لا، لكن اللي له اسئله يجيبها عشان بعد كده لما ايه نتوقف يبقى ما حدش ايه يلومني. تفضل يا عم الشيخ سعيد. الشيخ سعيد هيقول الاسئله. الساعة كام يا شيخ ابراهيم؟ الساعة كام يا عمنا؟ انت منور القعدة النهاردة. مولانا التعليق على الجزء الأخير اللي هو مستقيم الحديث. مستقيم الحديث ده اللي بيستعمله ابن حبان. وابن حبان اتفقنا ان هو ممن يطلق الحسن على الصحيح انه حسن، على الحسن انه صحيح. ومستقيم الحديث عنده مع محمد إلا يدوس مستقيم الحديث، لكن أيضا موجود مستقيم الحديث في الجرح والتعديل. طب إيه اللي خليك تعمله حسن؟ ما تخليه حسنين. قال لا مش كده، ما دام في ثقة لابد مستقيم الحديث تكون أنزل منها، خاصة أن الذي استعملها الشيخ ابن حبان واستعملها غيره كذلك ممن يستعمل لفظ ثقة، ما يدل على التفريق بينهما. ده هذا الذي يعني أراه في مستقيم. في إيه تاني يا مولانا؟ خلاص كده؟ خلاص اللي له أسئلة يتفضل بقى بيه. هذا سائل يقول هل يمكن الجمع بين قول ابن مهدي وقول ابن عبد البر في أبي خلدة
فيقال قول ابن مهدي بالنسبة لشعبة وسفيان، وقول ابن عبد البر مطلقا فيكون صدوقا بالنسبة لشعبة وسفيان ثقة مطلقا؟ لا، احنا كما قلنا ان ده يكون قول وده قول، ونرجح بمجموع الاقوال اصدق من التماس التأويل. لازم يبقى له احتياج، ولما تيجي تأول بدون تكلم، يعني ما تجيبش قطة وتقول انا هركب لها ديل، ما يركبش، تقول لها تأخذ الديل ده وركب له قطة، ما بيعملوش كده. معاك انت ديل ما ينفعش ان نركب له قطة. فلذلك احنا نجيب الاقوال ونبني على الراجع من الاقوال، ونحن حين نقيس كلام عالم بكلام عالم اخر لا نصل الى الصواب، لانهم لو اتفقوا لما عبروا بعبارات مختلفه، وهم كانوا يرون التفرقه التي ذكرناها الان عن الامام احمد وعن الامام عبد الرحمن بن مهدي وعن غيرهما. فلذلك هذه الالفاظ ما دامت استعملت بمراتب، وهذه المراتب بنيت عليها احكام ووجدنا تطبيقات تؤيدها، فهي إذن مراتب معمول بها، خاصة أنه لا يترتب على هذا مضرة، بل بالعكس لو حررت مرتبة الصدوق على ما ذكرت وجيء لها بالأدلة التفصيلية كذلك على ما ذكرت لما حصل إشكال. إنما الإشكال في أنه فهم كلام ابن الصلاح أنه مدام نبحث له عن متابع يبقى هو ضعيف، خلاف ما يقصد الرجل. لماذا خلاف ما يقصد؟ قال لأنه هو نفسه في الحسن بيقول أن الحسن الصدوق، فكيف يأتي إلى هنا ويقول أنه يحتاج؟ هو يقول يحتاج إلى طريق ليصل إلى الصحة. ولما جاب هو حديث ابن عجلان، قال ابن عجلان حديثه حسن، وأنه هو إذا توبع من ثقة يرتقي إلى الصحيح الغير. فمن عامله بمجموع كلامه وجد أنه لا يقصد ما نقصده من أننا نقول الصدوق لا يحسن حديثه. ابن الصلاح ما قالش كده، هو قال إن دي ما توصلش للصح، وجاب في تعريف الحسن إن الصدوق حديثه حسن. فأنت لما تكون عايز تحاكمه لكلامه اجمع كلامه وفسره بدل ما تأوله بكلام غيره، زائد ان هو له احكام تفصيلية. الرجل في شرح الوسيط كتاب مطبوع، وفي احكام للامام ابن الصلاح شرح مشكل الوسيط ده، والكتاب مطبوع، ودلوقتي هو مطبوع في مكتبة، ما تروح تسألهم عنه يقول لك الكتاب مش موجود. ليه مش موجود؟ لان الكتاب اتكتب، اصل الكتاب اللي هو الوسيط، ولا تقلش بشرح ابن الصلاح. فاللي بيبيع ما هوش متخصص، تقول له عندك شرح الوسيط يقول لا، طب عندك الوسيط يقول اه تفضل. ليه؟ لانه هو بيبيع كتب ما هوش عالم، انت اللي غلطان. انت روح قول له اديني كتاب الوسيط بتاع الغزالي، هيدي لك 11 مجلد اظن. خد انت بقى الكتاب ده في البيت وافتحه، هتلاقي ان فيه شرح الامام ابن الصلاح على الوسيط، وتلاقي التحسينات موجوده. فكون هو الرجل بيحسن للصدوق، وكونه يعرف الحسن بانه روايه الصدوق، ما تقولوش انت انك انت تقصد ان احنا اذا لم نستوعب النظر واردنا الاحتجاج بحديث ناتي له. هو بس ما كانش يقول ان اردنا الاحتجاج ناتي له، كان يقول فالحسن حجه كما قررت قبل ذلك، كان مشي الكلام. لما هو عبارته دي هي اللي خلت الناس تشكي عليه، انه ما دام يحتاج لروايه اخرى يبقى يحتاج لمتابع. حتى لو كان ابن ابي حاتم نفسه قال الصدوق مقبول، قال ادم، ما احنا كلام ابن ابي حاتم ما قرناهوش. طب اقرا كلام ابن الصلاح، قال نقراه هنا بس.
لذلك الشيخ السيوطي، هات كده يا مولانا، الشيخ السيوطي من غيظه، من غيظه على حكاية ان الصدوق ازاي ما تحسنوش. ايوة، يقول وقد عرف ان من هذا حاله فحديثه حسن. نقول له طب انت لما جيت في المراتب ما قلتش كده ليه؟ قال لان انا بشرح كتاب بقى، بس انا من غيظه بقول لكم اهو. الظرف ولا في كتاب؟ لا، هات الدفتر الملاب. ادي الشيخ السيوطي، لان السيوطي ما عملش. السخاوي يشكر ان هو بعد ما قال المراتب علق عليها باللي يعرفه، لكن السيوطي ما علقش، انما جه في الحسن اهو، في مبحث الحسن، ادي تدريب الراوة الثاني، ده كلام ابن الصلاح بقى بيشرح كلام. إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة الحافظ الضابط مع كونه مشهورا بالصدق والستر، وقد علم، ده كلام السيوطي، وقد علم أن من هذا حاله فحديثه حسن. نقول له احنا كنا عايزين دي عند المراتب يا مولان، لأن الكتب بتتقرر بالسطر، والطلبة بيخانقوا فينا مش عايزين علم كتير، وبيغيبوا قبل الدراسة بشهر بدون حجة، عشان ما نكترش القدر اللي هيمتحنوا فيه. ادي السيوط اهو. فلذلك في المناقشة اللي قالوا فيها انا اتحداك تجيب لي نص على ان الصدوق حديثه حسن، انا قلت لهذا الزميل النص موجود في التدريب يا مولانا، فراح جاب لي المراتب ما لقيناش فيها، قلت له لا ده موجود في كذا، موجود اهو في مبحث الحسن، فبرضه استعجل. ليه؟ لانه هو كلنا طالعين ان احنا بالحد. تقول لواحد ما دام نجحت وربنا كرمك في الاجازه اقرا كتاب كامل، مش هيجيب لك مغص، يقول لك ما دام مش همتحن فيها اقرا ليه؟ فهذا هو كلام السيوطي، يقول وقد عرف انه امر معروف لا يحتاج الى بيان. نقول له عشان ما قلتش في مكانه كل الناس جهلوا يا سيدنا الشيخ السيوطي. يقول والله انا لو اعرف كده ان الناس بتقرا كتابي بالحته ما كنت عملت كده. تفضل يا مولانا. هذا سائل يقول السخاوي لم يصرح بتساوي الثقه ولا باس به في مطلق الثقه، بل نقله عن العراقي، فهل حتى لو نقله عن العراقي اي حد يقول ان هم متساويين احنا نقول له لا نخالفك، لان المرتبه اللي انت الزمت نفسك بيها وطبقتها سواء كان الحافظ العراقي او غيره لا تقول انهما متساويان، ولا ان لا بأس به نوع من الثقة، هي مرتبة دونها. وخلينا ابن ابي حاتم نفسه يقول دي نازلة ودي طالعة، يجي بعد كده العراقي بعد كده يقول انها مشابهة، نقول له لا ده جواب ما نقبلوش، قول جواب غير ان هما زي بعض على عين وراسنا، قول ان ده اصطلاع ماشي، لكن تقول السمك على التمرين دي ما يتحطش السمك على التمرين. ولولا هذا لما استشكلتم على الترمذي في قوله حسن صحيح، وقومت عليه الدنيا الراجل ولا قعدتش. او كان كما تقول لما استشكل على الترمذي حسن صحيح. فكونك تقول ان ده نوع من التوثيق نقول لك لا، هو نوع من القبول من الاحتجاج، كما صرح من قبلك صاحب المراتب نفسها، مش احنا جايبين من بيتنا. فلذلك القول انه هو نوع من التوثيق لا، هو مرتبة دون التوثيق. تفضل يا شيخ. فهل يفهم من نقله انه يوافقه في التسويق؟ انا يفهم من السخاوي يوافق العراقي، واضح الكلام، قال وكذلك في العباره كذلك، وحتى ولذلك اللي هي على نسختك نفس الشيء. وكذلك
وكذا برضه وكذا. يعني هو يفيد هذا، لكنه بعد ما جاب كلامه أشار ثاني إلى المفارقة، فأصبحنا لا احنا عارفين هو مع المساواة ولا هو مع المفارقة. لكن تقول للسخاوي نفسه طب انت أحكامك خلال المقاصد الحسنة بسم الله ما شاء الله كتيرة وبتفرق بيناتهم، ما تفرق بيناتهم هنا يسترك ربنا. قال ما تروحوا اقروا كتبي وقلبوها على بعضيها، أنا ما قلتكمش لا، عدلوا كلامي بكلامي، ما هو المانع؟ أسأل يقول هل وصف الرو بقولهم حسن وجيد ومستقيم مثل وصفهم له بقولهم حسن الحديث وجيد الحديث ومستقيم الحديث؟ لا فرق بينهم. أسأل يقول المستور هو من روى عنه اثنان ولم يوثق إلا أن تكون رواية ولم يوثق ولم يجرح، لازم نقول ولم يجرح، لأن فيه من روى عنه اثنان وجرح، فده تسميه إيه؟ فكنا نقول لم يوثق بس يبقى التعريف ناقص. يقول طب ما الكتب قالت كده، الكتب قالت كده، وانت امال قاعد تتعلم ايه؟ المجهول يرفع الجهل عنه يا اما بالجرح يا اما بالتوثيق حتى يكون مستور، لكن كونه هو لم يوثق لا يكون انه مستور بهذا. كذلك لابد أن نقول ولم يجرح، فمن عرف بالجرح فقد عرف ليس مستورا. ألا تكون رواية أحد الأئمة عنه توثيق له إذا قلنا أنه أحد الأئمة كده مفتوحة على البحر ما تنفعش، ولكن الذين توثيقهم روايتهم تعتبر حجة هم محسوبين. وفي رسالة دكتوراه عملت أظن واحدة من بناتنا في الصعيد وهي وصلتهم لثمانية وعشرين وفاتها واحد لأن الحواسب ما جابتوش، هو موجود فلذلك. لكن في واحد باحث ثاني آخر كتب ووصلهم لمية، إن الذي لا يروي إلا عن ثقة مية. فطبعا لما تقرأ أنت الكلام التفصيلي تلاقي أن كلهم المية لا، لكن ممكن يوصلوا خمسين صفيين، لأن هو الرجل جمع الكلام، فلما يجمع لك الكلام انت قول اللي صرح بانه لا يروي الا عن ثقه، او اللي وصف من العلماء بانه يروي عن ثقه، ممكن مجموعهم يوصل لخمسين. طب امال هو حط الخمسين الثانيه ليه؟ قال حط الخمسين لانه قال اذا وصف العالم بانه كان ينتقي حديثه فدي تبقى في قوه انه لا يروي الا عن ثقه. نقول له لا، ده الانتقاء ممكن يكون في الحسن وممكن يكون في الصحيح يا مولانا، يبقى انت توسعت في العبارة. وعندما تقرر اصطلاحا عاما لابد ان تجري على ما هو منقول، ولا يكون اجتهادك بخلط الدلالات، لان الدلالات اذا لم تحرر لا تتميز الاحكام. هذا سؤال يقول بعض الباحثين كتب بأن شوف أقول لك بعض الباحثين يتوهك بقى ويمكن هو كتب بأن لا بأس به عند أبي حاتم والنسائي تساوي ثقة. معلش كل اللي يقول تساوي على حسابه، لكن احنا بنقول لا، هو يقول ليه احنا نحب راسه، لكن ما يقولش ليه يبقى احنا بريئين. وانتوا بعد ما بلغتم سن التكليف ليس لكم أن تقلدوا إلا ما تقتنعوا فيه بالدليل، ما بالك بقى أن احنا قاعدين بين أساتذة الواحد بيترعش هو بيتكلم، فما ينفعش كده يا مشايخ. فهو يقول فإن قيل له أبو حاتم والنسائي يستعملان لفظ ثقة، قال وابن معين ودحيم يستعملان أيضا ثقة، فلما جعلنا لا بأس به عند ابن معين ودحيم تساوي ثقة ولم نجعل ذلك عند ابن أبي حاتم والنسائي؟ إحنا لم نجعل، هو الرجل قال وإحنا خدنا بقوله، هل إحنا جعلنا ده ولا هو قال؟ بس إحنا خدنا بقوله لم نقوله.
وهذا سؤال يقول: ما رأيكم في قول الإمام البخاري معروف الحديث، هل يحسن حديث من قيل؟ لا، معروف الحديث تحتمل دي تعوز قرائن. هذا سؤال يقول: لأن المعروف قد يكون معروف بالضعف، وقد يكون مشهور، والمشاهير منها ما هو مولاي الشيخ دمراني، منها كده ومنها كده، فمعروف ده اعملوا انتوا معروف فينا. مثلا يقول: قلتم فضيلتكم منذ سنة تقريبا، شوف بقى يكلمك بس الرجع، ان بعض اليمنيين سيخرج المدخل للبيهقي قاملا، فهل ها خرج الى الان ام اليمنيين؟ انا قلت الشيخ عوامة، والشيخ عوامة طلع الكتاب، انا ذكرت الشيخ عوامة تحديدا، والشيخ طلع الكتاب جزئين فضلة خير. نعم خلاص، الحمد لله وعلى سيدنا، الحمد لله.